مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من انت حر. قبل ما نقول اي حاجه عايز اوجه الشكر للزميله والصديقه المبدعه والمتالقه دائما لميس الحديدي اللي حلقتها دلوقتي بتتذاع مع الرائع يحيى الفخراني. انا قبل ما اطلع عليها بقالي ساعه بتفرج عليها ومستمتع بحوار ممتع وذكي من لميس وطبعا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، يعني حوار ما يفوتكوش، لازم تتفرجوا عليه. شهدت مدينة البندقية الإيطالية فينيس يوم السبت الماضي مراسم حفل زفاف الممثل الأمريكي جورج كلوني اللي هو طبعا معبود النساء في الدنيا كلها، اللي منفسنين كلهم على اللبنانية أمل علم الدين، وسط حضور عدد كبير من نجوم هوليود. وودع كلوني الذي لقب بأنه أشهر عازب في العالم حياته العزوبية، هو طبعا اتجوز قبل كده من زمان في بداية حياته، وبعدين عزف عن الزواج كأنما اتعلم الدرس ورجع اللبنانية الشاطرة، عرفت ترجعه تاني، تزوج من هذه المحامية التي هي محامية حقوق إنسان أمل عالم الدين في حفل خاص في فندق اسمه أمان، كان قصر كبير جدا اتحول جزء منه لفندق ذو 7 نجوم رائع جدا في القناة الكبير. هذا الزواج كان محل اهتمام العالم، تحدثوا عن معجزة، قالوا ان الصبية اللبنانية البريطانية أمل عالم الدين حققت معجزة بأسرها قلب الممثل والمخرج والمنتج الهوليودي الملتزم والوسيم جورج كلوني، حتى تراجع عن قراره التاريخي بتجنب الزواج وطلب منها ان تشاركه حياته. لكن الحقيقة ليست هذه معجزة أمل الوحيدة، المحامية اللامعة سنها لم يتجاوز 36 سنة وحققت منجزات مهنية يحق لها ان تفتخر بها. عشان كده يا جماعة بصوا للدماغ قبل ما تبصوا، هي طبعا حلوة، سيبك من كل الستات اللي قاعدين يقولوا مش حلوة قوي، لا هي حلوة حلوة وشيك و و و و واحلى من كل ده اللي هنا، مش الشعر اللي تحت الشعر، الدماغ، لان دي 36 سنة ومحامية مشهورة في حقوق الانسان، وعلى فكرة من عيلة معروفة وعيلة غنية، عيلة هي سافرت لبنان في بداية الحرب الاهلية عمرها 3 سنين وسافرت لندن وحققت نفسها بنفسها. احنا هي بتعكس ما يمكن ان تقدم عليه النساء المتعلمات اللي بيقتنصوا فرصة الدعم العائلي ويستثمروا ذكائهم في بناء الحياة. هذا الحدث المهم اللي كان محل اهتمام العالم لأهمية الشخصين ونجوميتهما طبعا، إلا أن كان هناك على مواقع التواصل الاجتماعي حالة أخرى من الاحتفاء، وكانت من خلال النساء اللي قعدوا يحسدوا أمل على ارتباطها بجورج كلوني، هذا الوسيم. طبعا مش فكرة وسيم بس، وسيم ونجم وفي كل المميزات اللي أي ست تتمناها، يعني راجل ملتزم وراجل منتج وراجل ممثل وراجل وسيم وراجل محترم وسفير كل حاجة. هذه الحالة اللي سموها البعض نفسنا على امل بالتشكيك اصلا في صحة زواجهم على اساس ان هي مسلمة وهو مسيحي، ومن اهم حدث كان بالوسط الفن العالمي، كان هناك احداث اخرى بالوسط الفن المصري. يعني احنا هننقل بس من الزواج والسعادة والحياة المديدة ان شاء الله ليهم ولاولادهم لحدثين يعني احزنونا جميعا، والحقيقة مش عايز اقول قد ايه كانت صدمتنا في ان احنا فقدنا 2 من الفنانين، كل واحد نجم في مجاله وصاحب بصمة بتختلف او تتفق حول مدى مساحة وأهمية الادوار اللي قدمها كل واحد منهم، الا اننا جميعا متفقين انهم اسعدونا ووهبوا حياتهم للفن حتى رحلوا عنا تاركين لنا ميراثا من الفن والابداع. اول واحد يوسف عيد الذي لقب في الوسط الفني انه فنان كل عيد لمشاركته في عدد كبير من الافلام واطلالته المبهجه وافيهات التي احببناها ونتذكرها حتى الان. عاش عيد حياته بين الكوميديا وطرب المواويل، فهو صاحب اعلى رصيد من الافيهات التي اضحكتنا، وان لم يتذكر البعض اسمه لانه عاده كان لا ياتي في مقدمه الاسماء، الا انه بالتاكيد
ستعرفه بمجرد ما تقول واحدة من أشهر مقولاته. على فكرة يوسف عيد كان كالشهاب، يعني اللي بيطلع جوه الفيلم لو عمل دقيقة مستحيل تخرج نسيها. كان في صورة تضحك حلوة اللي طلع مشهد واحد مع الفنان راحل أحمد زكي مصور، وكان مع الفنان الكبير عادل إمام في التجربة الدنماركية مشهد واحد بالظبط كان بيطلع من الدولاب، ومشاهد كتير. هو زكي الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي لغاية ما يجيبه مدرس فرنساوي، راح على عيد الذي كان واحدا من اهم مسببات الضحك والسعادة لدى المصريين. لكن اللي بيعزينا زي ما بيعزينا في اي فنان او انسان له اعمال رائعة ان اعماله بتفضل موجودة. صحيح يوسف عيد كانت اعماله صغيرة الحجم لكنها كانت بالتأكيد مؤثرة ومهمة. والحقيقة اللي زعلني ان عزاء يوسف عيد، انا للأسف ما كنتش في مصر اصلا، لكن اللي زعلني ان عزاء يوسف عيد ما كانش فيه نجوم ولا فنانين من اللي هو شاركهم في نجاحاتهم وكان سبب من اسباب نجاح هذه الاعمال وجود يوسف عيد. وهل معرفش هل احنا بنقيس حتى العزاء بالنجومية؟ الحقيقة حاجة تزعل. يعني الآلي الصبر والسلوان وله الرحمة ان شاء الله. من خبر رحيل يوسف عيد الى خبر كان كالصاعقة نزل علينا جميعا لما سمعنا خبر وفاة النجم المبدع والصديق خالد صالح. هذا الانسان اللي احزن قلوبنا وادمعها بفراقه فعلا، واللي اوجع كل من عرفه سواء بشكل شخصي من داخل الوسط او حتى جمهوره العريض اللي عرفه وحبه من خلال ادواره. من الرئيس عمر حرب لحاتم امين الشرطي في امين الشرطة في فوضى، حتى تاجر السعادة سلطان الغرام الريان خالد صالح الذي علمنا برحيلي، علمنا برحيلي ان ما يبقى من الانسان هو احترامه لفنه ولانسانيته. صالح قبل ان يكون فنانا ومثقفا ومبدعا كان انسانا مرهف المشاعر، يساعد كل من يعرفه ولا يعرفه. عمل خير، عمل الخير ومساعدة الاخرين بالنسبة له ليست طرف لكنه واجب ودور انساني لم يتخلى عنه ابدا خالد صالح. خالد صالح في جنازته وعزاؤه كان موجود بروحه المسامحة والمتسامحة والمسالمة في كل شخص ليس من الوسط الفني وليس من دائرة أصدقائه المقربين لكن كانوا أشخاص عاديين. عرفوا خالد صالح الإنسان الذي لم يتأخر يوما في مساعدتهم بأي شكل من الأشكال. عرفوا خالد صالح من خلال أعماله وحبوه لأنهم حسوا أنه واحد منهم. رحل سلطان الغرام وبقيت أعماله تعيد لنا معنى كلمة فن ومعنى كلمة إبداع. والنهاردة تكريما لذكرى الراحل خالد صالح برنامج انت حر هيخصص فقرة مهداة الى روحه بتقول له شكرا يا خالد، اسعدتنا بكل عمل فني وكل دور قدمته طوال مشوارك الفني. هيكون معانا النجمة الجميلة درة اللي شاركت الراحل خالد الصاوي بطولة مسلسل الريان، والنقد الكبير الصديق طارق الشناوي واحد من اهم النقاد الذين كتبوا عن خالد صالح وفنه، والمخرجة والصديقة ايضا المبدعة هالة خليل مخرجة فيلم احلى الاوقات اللي طبعا كلنا لسه فاكرين فيه دور خالد صالح ابراهيم اللي كان دايما بتقول له يسرية عايزة وردة يا ابراهيم. الله يرحمك يا خالد، وبقدر ما امتعتنا وابدعت كل الناس هتفضل تحبك وكل الناس هتفضل تفتكرك. بمناسبة كلامنا عن يسرية رفيقة درب خالد صالح ومشاركته في كثير من الاعمال الفنية، يوم الخميس القادم في انتحر هيكون لنا لقاء خاص جدا مع النجمة المثقفة الرائعة التونسية والمصرية بنفس القدر، عكس ما كل الناس اللي قعدت تقول هند صبري مصرية حتى النخاع ووطنية حتى النخاع. هند صبري هتبقى معنا يوم الخميس واحنا بنتكلم عن السعادة والبهجة والامل. ده مش معناه اننا بنتكلم عن فيلم او مسلسل كويس، لا، ممكن يكون كلامنا عن مجلة، تحديدا مجلة احنا تربينا عليها، مجلة صباح الخير اللي هي للقلوب الشابة والعقول المتمردة من 8 ل 88 سنة. في الفترة الاخيرة تحديدا بعد تولي الصديق الشاعر، ناس كلهم اصدقائي على فكرة، شاعر جمال بيخيت الحمد لله، يعني رئاسة تحرير المجلة اعاد لصباح الخير روحها واحياها بجد من جديد من خلال مجموعة من الابواب والتطويرات اللي دخلها على المجلة وشكل المجلة نفسها. حسينا هي دي صباح الخير، هي دي اللي نصحى الصبح نقرا مجلة صباح الخير. فلقانا مع الشاعر جمال بخيت رئيس تحرير مجلة صباح الخير، هنتعرف ونشوف هذه الابواب والافكار.
طبعا واحنا في حضرة شاعر بقيمة جمال بخيت مش هنفوت الفرصة غير ما يتكلم عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي مرت ذكرى وفاته الـ 44 الاحد الماضي، وهيقول لنا شعر. لازم يقول لنا شعر جمال بخيت، وجوده يعني شعر رائع وجميل كلنا بنحبه. كمان مصدر من مصادر السعادة والامل هو ان فيه 29 امرأة مصرية اختيرت ضمن قائمة اقوى 200 امرأة عربية، وهي القائمة التي اعلنت عنها مجلة فوربس. النهاردة في الجزء الثاني من ساعة حرة هيكون لنا لقاء من احدى هؤلاء المصريات اللائي حققنا المركز 65 في هذه القائمة. هنتعرف منها ازاي كان الاختيار وليه اختاروها ضمن قائمة اقوى 200 امرأة عربية. ضيفتنا هي الناشرة دكتورة فاتنة البودي، مؤسسة ومدير دار نشر العين. الجزء الاول من ساعة حرة النهاردة هيكون لنا لقاء مع المهندس حسام صالح. فاكرين المهندس حسام صالح خبير التكنولوجيا والادارة اللي جبناه وقعدنا هنا عملنا نص ساعة عن ابل والنسخة الجديدة من التليفون الجديد اسمه ايه 6، فكرونا يا جماعة، ايفون 6، ونفهم منه حقيقة وتفاصيل ما حدث في ايفون 6 الجديد. هذا الجهاز الذي قامت الدنيا عند اعلان شركة ابل عنه، في النهاية نشرت فيديوهات من مستخدمين بتشير الى وجود عيوب بالجهاز وايضا مشكلة في نظام التشغيل. كتير من التفاصيل والاخبار الجديدة في هذا العالم هنتعرف عليها في لقائنا التالي بعد الفاصل مباشرة. استنانا، ما تستناناش عشان انتحر. بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة أبل لمجموعة من أجهزتها الجديدة التي اعتبرها البعض ثورة في عالم الاتصال والتكنولوجيا، واجهت الشركة أزمة كبيرة الفترة الأخيرة بعد انتشار عدد من الفيديوهات والصور تشير إلى وجود مشاكل في الجهاز الجديد آيفون 6 ونشر فيديوهات تثبت تقوس مولود أبل الجديد. فيما اتجه العديد من مالكي هاتف أبل الجديد آيفون 6 بلس إلى شبكات التواصل الاجتماعي ليعبروا عن شكواهم من أن الهاتف ينحني على نحو غير متوقع عند وضعه في الجيب. الشركة من جانبها حاولت نفي كل ما أثير حول أجهزتها الجديدة، كاشفة أمام عدد من الصحفيين عن كيفية إجراء اختبارات الصلابة على أجهزة الهواتف المحمولة قبل طرحها في الأسواق. ونشر موقع ريكود فيديو يظهر سلسلة من الاختبارات التي خضع لها جهاز آيفون الجديد، وأظهر الفيديو سلسلة من التجارب تعرض لها الجهاز الذكي من دون أن يمسه أذى أو تغيير في الشكل. وبدأت سلسلة التجارب في مختبرات أبل في كاليفورنيا، وكانت التجارب اختبار الجلوس على الجهاز أو محاولة تقويسه ووضعه تحت ضغط وزن وصل إلى 25 كيلو جرام. وأوضحت الشركة أنها أخضعت أكثر من 15,000 جهاز آيفون 6 وآيفون 6 بلس لاختبارات الصلابة قبل أن تطرح الأجهزة في الأسواق، فيما وعدت شركة أبل باستبدال الهواتف المعيبة في أعقاب شكاوى العديد من العملاء الذين قالوا إن أجهزتهم انحنت لدى وضعها في الجيب. يبدو أن هاتف آيفون 6 لا يعاني من هذه المشكلة فقط، وتعد مشكلة الانحناء في هاتف أبل الجديد واحدة في سلسلة من المصائب التي تعرضت لها الشركة الفترة الماضية، والتي كانت آخرها اكتشاف ثغرة في نظام التشغيل التابع لها ماك أو إس إكس. عرضت أبل نسخة محدثة من نظام آي أو إس، لكنها سحبتها بعد بضع ساعات بسبب عدم تماشيها مع بعض الوظائف في هواتف آيفون 6 الجديد. فقد أعاق هذا التحديث اتصال هاتف آيفون بشبكة الاتصالات، كما أنه يلغي أيضا بعض الوظائف العاملة باللمس في الجهاز. هذه الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها أبل جاءت بعد فترة قليلة جدا من احتفال العالم بهذا المولود الجديد، وكانت أبل قد أكدت أنها باعت أكثر من 10 ملايين هاتف آيفون 6 في خلال الأيام الثلاثة الأولى التي تلت طرحه في أسواق عدة بلدان، وهو المشهد الذي رصدته الصور والفيديوهات التي كشفت هذا الهوس التكنولوجي الذي يسيطر على بعض ويدفعهم إلى قضاء أيام وليالي أمام متاجر أبل حول العالم للحصول على الجهاز وتحقيق الحلم. وفي مشاهد تحمل قدرا من الفكاهة والجنون في نيويورك، عرض أحد المنتظرين في الطوابير الطويلة لشراء الجهاز الجديد دوره للبيع،
رافعا لافتة كتب عليها: اشتري دوري، لقد غيرت رأيي وأريد أن أشتري موبايل سامسونج. وآخر في الصين يعرض صديقته للإيجار من أجل استكمال المبلغ الذي يحتاجه ليكون من ضمن أول من اشترى آيفون 6. مصطفى أغا، أنت حر. رجعنا لكم مع خبير التكنولوجيا اللي أنا هو عدنا، قلنا قصايد شعر ومدح في آيفون 6، يقول لنا إيه الحكاية؟ اتفضل يا فندم. وإيه اللي حصل؟ هو إيه اللي حصل؟ الدنيا ظلمت. هو هو الراجل حط التليفون في جيبه، قعد عليه التليفون التاني. وهو هو الراجل اللي جه في الفيديو دلوقتي. انا عايز اسالك سؤال، هو الطبيعي ان حد بيقعد على التليفون التاني؟ لا هو مش طبيعي. على ايه يعني؟ على على ورقه؟ ما هو مش طبيعي. بس يعني بس هي مشكله غير طبيعيه. ايوه. او غير تقليديه لشركه بتشتغل بطريقه تقليديه دايما طول عمرها. مش فاهم بيه لو سمع. يعني ايه؟ يعني عمر ما حد من شركات التليفون كان كانوا بيختبروا التليفونات صلابه زي ما جه في التقرير كده. يحط حاجه فوق التليفون ويضغط عليه عشان يتاكد ان التليفون بيستحمل الضغط. انا فهمت. فهو بيحط الضغط موزع على بالظبط كده. لا ما انا برضو بالظبط كده. لا لا انا عارف والله. موزع في كل الاتجاهات فما بيحصلش ضغط. هو بيجي في نقطه معينه زي ما كده. كان زمان لما كنا في المدرسه زمان قوي. انا عارف ان دلوقتي كل الجداد ما يعرفوش اللي انا هقول عليه دلوقتي. القلم الرصاص الخشب كان زمان لما حد يحب يثبت قوته ومسك القلم وقطمه. تمام. الايفون 6 عامل زي ثلاث اقلام رصاص مع بعض. ماله زي ثلاث اقلام رصاص مع بعض. بس شوف القلم الرصاص بكام والايفون 6 بكام. ربنا برضه نقدر الفرق. يعني 10 اقلام رصاص دي بس ده ثمنه كام الف يعني. هو الثلاث اقلام الرصاص نفس القوه اللي تقطمه تخلي الايفون 6 يتني. يعني انا لو مسكت الايفون بتاعي ده وعملته كده يتني؟ لا هو مش هيتني بالقوه بتاعت حضرتك دلوقتي. انما لو ضغطت عليه جامد لو جبنا حد تقيل شويه. طب هل الطبيعي ان انا لما اعمل جهاز مثلا، هل الجهاز ده مثلا عايز اقول ايه يعني ما هو مش طبيعي برضه ان انا امسك الجهاز اعمله كده عشان اتنيه يعني. ما هو عشان اتكلم في التليفون. هي مشكله غير تقليديه. ايوه. جات لشركه تقليديه. ابل بينزل تليفونات طول عمره في السوق. وطول عمره بيجرب. ما فكرش ان حد هيتنيه. حته ان التليفون قعدت عليه التنى دي حاجه ما كانتش في دماغ اي حد. لان هو انا اشك انه قعد عليه التاني. انا اعتقد ان هو تناه قاصد يعني. انا مش عندي. بس هو اصل بعد ما هو تناه في كتير قوي تنوه. ايوه ما انا فاهم. عشان يثبتوا انه بيتني. لان طبعا كل واحد. ولا تقصد ان ممكن تبقى شركات منافسه الراجل ده؟ مش لا عارف. لا لا اعتقد انها شركات لا اصل هو المنتج موجود ومتني. لا ما اقصدش يعني هل انا دلوقتي جزء من حرب؟ انا بشوف ده في شركات الادويه. يعني شركات الادويه اللي بتصرف مليارات. اصل بص خلينا نقول ان راس المال لما بيبقى مالتي ناشونال كده بيبقى بلا شرف. شرس. خلينا واضحين. مش عايزين نقول كلام. لان بعض الاحيان ده بيخترعوا فيروسات يعملوا لها ادويه. انت تعلم ذلك طبعا. صحيح. فهل مش ده وارد ان تبقى شركات منافسه مثلا بيكتسحوا السوق؟ والله مش هقدر انفي. لا انا بالظبط مش هقدر انفي دي. مش هقدر انفي دي ولا اقدر اثبتها. انما كل اللي اقدر اقوله لك ايه؟ ان بعد ما حصلت الحكايه دي فجاه لقينا عندنا احصائيات عن كل المنافسين بتاع الايفون 6 انهم كلهم اجمد منه. يعني على طول طلع اختبار صلابه. طلع اختبار صلابه على طول بيقول ان التليفون الفلاني اقوى والتليفون الفلاني اقوى والتليفون الفلاني اقوى. طيب يعني ده وارد يبقى حرب. وارد يعني. وارد انها تكون حرب. وارد ان يكون هو فعلا كده وهم ما صدقوا. لان طبعا احنا زي ما احنا اتكلمنا عليه التليفون فعلا التليفون الثيكنس بتاعه رفيع قوي وخفيف. اوكي. فهو فعلا يعني لما يتقال لك ان هو التنى يعني تصدق بقى. يعني مش هتقول ايه. هتقول ياه بس مش هتقول ياه كده يعني. مش مستبعد يعني. مش مستبعدها قوي. فممكن يبقى حصل. بس طب سيبك من انه التني وما التنيش. الابلكيشنز او التطبيقات اللي بيقولوا مشكله بقى. مشكله السوفت وير. ايه بقى؟ ابل كشركه بتستخدم بلاتفورم كبير اللي هو اللي اسمه الاي كلاود ده. الناس بتحط حاجتها عليه
وبعدين كل التليفونات بتاخد ابديت من السوفت وير بتاعها من على الكلاود. فبعد ما نزل ايفون 6 حصل تحديث في الفيرجن بتاعه نظام العمل الاوبريتنج سيستم بتاع التليفونات كلها. اوكي. معظم التليفونات اللي هي اوريجينال ما هياش من اللي مفكوكه والحاجات ديت بتعمل الابديت ده اوتوماتيك. تمام. فمعظم اللي عملوا الابديت اوتوماتيك تليفوناتهم بقت ابطا بقت فيها بعض الفانكشنز ما بتشتغلش. بس على فكره حصل في ايفون 5 كمان. حصل في ايفون 5 بس ابل لحقته. يعني انا بتكلم على حاجه عن تجربه شخصيه. تمام. يعني تمام. هو حتى دلوقتي ما احب اقول لي اعمل لك ابديت اقول له لا عشان ما تكبر دماغك. ما هو حضرتك بتقول له لا لان حضرتك وقعت في مشكله. ايوه بالظبط. فقررت ان ده يتعمل مانيوال. ان ما تعملش اوتوماتيك. ان معظم الناس يعني في الطبيعي انا بالحاله بعمله مانوال اوتوماتيك انا بسيبه زي ما انا حافظه وخلاص. بقول لك الواقع يعني. ما انا بس تقول للناس عشان خاطر يعرفوا يعملوا زي اللي حضرتك عندك ده. ان لازم اقلب التليفون للابديت بتاعه للابديت مانيوال. اوكي. دايما بننصح الناس في حته كده صغيره قد تكون شركات تكنولوجيا ما تحبش النصيحه دي. اتفضل. اللي هي لما يبقى عندك تحديث جديد للسوفت وير استنى على التحديث ده يومين ثلاثه. هو ما بيستحملش اكتر من يومين ثلاثة ان يبقى فيه مشكلة ويتبان. يعني السوفت وير بتاع معلش تاني يعني هو قال لك تحب احدثه لك؟ قول له لا مش دلوقتي. اوكي. ليه لغاية ما هم يجربوا توصل ليتر يومين كده ثلاثة وبعدين بص على الانترنت شوف الريفيو شكلها عامل ازاي. اوكي يعني خلي الناس غيرك تشوف تعمل ناس اشطر مني اشطر مني في التكنولوجي. ناس اشطر مني في التكنولوجي هيخشوا هيجربوا هم هيشوفوا لك العيوب بدل ما انت ما انتش قوي قوي يعني في التكنولوجيا او تقع في العيب. فسيب الناس تشوف وتجرب وبعدين انت تقول اعمله ولا ما اعملوش. لان هو زي ما تيجي انا اسف زي ما تروح زي ما ناس ما تيجي تروح اي اوتيل في العالم في ويب سايت كده تخش تسال على الاوتيل ده هتلاقي الناس اللي دخلت قايله لك ده 7/10 ده 9/10 ده ما تروحوش خالص لا ده رائع. فالناس بتاخد وده مهم جدا على فكره. فيلم العيد فيلم العيد الناس مش لازم تروح فيلم العيد ليله العيد. صح. في واحد هيبقى راح ليله العيد هيبقى يقول اوعى تخش الفيلم ده. لا قوي من الناس اللي بيدخلوا يقول له اوعى تخش قوي بتوع ليله اول ليله ما بقاش داخل او بيدخل عشان يبقى سبق انه دخل اول يوم. ايوه صح. الفكره كلها ان السوفت وير ده الليله اللي حصل فيها التحديث بعديها ما فيش باقل من 6-7 ساعات كانت كل المواقع بتتكلم يا جماعه استنى شويه ما تعملش ابديت. ليه؟ لان ظهرت على طول شويه مشاكل انه الايفون 5 لما عمل ابديت بالاوبريتنج سيستم الجديد او بالسوفت وير الجديد بقى ابطا وابتدت شويه حاجات تطفي زي البلوتوث زي الواي فاي ابتدت تبقى فيه مشاكل وابتدى يبقى الجهاز ابطا وابتدى يبقى انه يعمل ابلودنج على الانترنت بقى ابطا. طب انا سؤالي معلش انا مش قوي قوي في التكنولوجيا بس انا هسال حضرتك سؤال قبل ما يقول لي اعملك ابديت ولا لا شركه ابل هما ما بيحاولوش يعملوا ده عندهم لا طبعا بيجربوا. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ هقول لحضرتك اللي بيحصل. احنا النهارده وسديها نخش في حتتين شائكتين. معلش بس خلينا برضو نعرف ان انا لما بيقول لي كده انا ثقه مني في اللي هم باعتين بروح انا عامل لان بس هو ابل لما جرب ده جرب التليفون بتاعه بالواي فاي بالبلوتوث بكل الحاجات دي جربه في مكان تاني غيرنا. اوكي. جربه في مكان يعني انت ممكن يعني مثلا قوه النت لها علاقه بالموضوع طبعا اوكي والسرعه والتكنولوجيات اللي هو مستخدمها لان هو معتمد على تكنولوجيات معينه موجوده في الشبكات فهو في لحظه ما الناس ما لهمش ذنب بقى لا يعني هم ليهم ذنب شويه لان انت عاده لما بتطلع تليفون وتقول ان هو بيشتغل على كل الاجيال الاربعه يبقى بيشتغل على الاجيال الاربعه مش بيشتغل على الرابع والثالث يعني شويه والثاني ما بيشتغلش عليه اساسا اصلا يعني بس ده دي نقطة مهمة اللي حضرتك بتقولها دي ان ممكن يبقى ما بيشتغلش هنا كويس بس في بلد تانية يشتغل زي الفل وهو ده السبب ان احنا كتير من الاحيان بنقول الناس اللي تبقى مستعجلة انا شايف ناس كتير قوي على الفيسبوك وعلى تويتر انا مستني الايفون بتاعي جاي الاسبوع الجاي لان هو الناس اللي اشتريته من امريكا يا دوبك يوصل الاسبوع الجاي اوكي فالفكرة كلها انك انت مش لازم تجري ورا انك انت تجيبه في الاول لان احنا لما بنجيبه هنا في مصر
وبتبتدي الشبكات المختلفة بتوع الموبايل التلاتة بيقولوا ان احنا بقى عندنا ايفون بنبيعه، تأكد ان الشبكات خدته جربته عندها الاول، لان انا مش هديك تليفون انا شاكك ترجع لي بيه. انا شاكك الموضوع ده، انا رجعت تليفون 5 مرات لشركة. بس انا طب عايز انساني شوية. تمام، ايه اهمية ان واحد يبقى يكتب ويقول انا مستني التليفون ويجرب؟ يعني ايه يعني؟ هل مثلا الاستخدامات ما بين ده واللي قبله يعني هتغير حياته، ولا ده نوع من انواع الشو، ولا ده ايه بالظبط؟ يعني عايزك تحللي برضو بما انك بتقابل نزول اكتر مني. انا بالنسبة لي التليفون تليفون كويس وبستخدمه وانا مسافر ويعني عمليا هو مفيد. في ناس شايفة حاجة غير كده؟ في نوعين من دول. اتفضل. في نوع اللي احنا بنسميه الجيكس بتوع اللي هم مجانين، اللي هم بيحبوا الجادجتس، بيحب ياخد احدث جهاز يبص فيه. بنسميهم في تعبير اخر بيحبوا اللعب. اوكي، يعني هو بياخد الجهاز بيفرمه، مغرم بيه، بيلعب بيه في كل الالعاب. حلو قوي. وعاده اللي بيشتروا جهاز من شركه معينه من الاول لازم تبقى متاكد ان هو معاه الجهاز التاني اللي قبله واللي قبله واللي قبله، لان هو بيحب اللعب، التطور اللي حصل بيحب اللعب بتاعت الشركه دي. ما تلاقيش واحد اول مره يستخدم الجهاز او يستخدم الشركه دي بيشتري اول واحد. اوكي، هتلاقيه بيبقى مستني شويه يشوف اللعيبه بتوعه بيقولوا ايه. يا سلام، فدايما دول السمارت، يعني دول هم بيلعبوا في الحته دي. أوكي. ودول بقى يقدر يخش ويعدل في السوفت وير ويجيب سوفت وير مضروب مش عارف منين، هو شخصيه ينزله. هو 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 ده هو هوايته اللعب. الله. في واحد تاني يحب ما معاه احدث موديل، زي العربيات يعني، زي اللبس. موديل السنه دي انا راكب عربيه موديل 2015. اوكي. اول واحد جبته اللي لونه ذهبي. انا بركب 2015 في شهر 4/2014. يا صح، هي كده. هي دي. انا عارف الناس دي. هي دي. وفي بعض الناس بيبقى يعني، ودول ما هماش كتير، بيبقى نفسه فعلا في التليفون. فبيجي استخدامات احدث مثلا او ممكن يكون بيستخدم تليفون اقدم كتير ونفسه ينط نطه. تمام. فساعتها يقول لك ايه، طب انا استنى بقى ما دام بيقولوا فيه ايفون 6 نازل كمان 6 شهور انا هستناه. فيفضل بالموديل القديم بتاعه وبعدين ينط النطه دي. انت شايف ابل يعني هتعالج هذا الموضوع اللي يعتبر طبعا ضربه في سمعه الشركه؟ تمام. يعني لا، ابل ابتدت تعالج وابتدت تطلع تصريحات وابتدت يعني هما خسروا شويه كويسين في الكام اسبوع اللي فاتوا دول. أكيد. انما ابتدوا يقوموا تاني. بيعملوا ايه بقى؟ بيعدل في السوفت وير وبيعدل في التليفون. وقال بيعمل ايه؟ بيسحب بقى كل دي. هو ما كانش نزل تليفونات كتير، ما خلي بالك ان دي طلعت في اول في اول في اول خبطه. فهي تلعب بسرعه جدا. هو قد ايه كده اول خبطه دي؟ حوالي يعني اول خبطه بنتكلم في 15 مليون عده. ده مبدئيا كده اللي هو ما نزلش كتير. 15 مليون مش رقم 50,000 مش رقم كبير. 15 مليون بس ما هو كمان خلي بالك، هو مش مستني ان ال 15 مليون يتنوا. لا انا متاكد طبعا. هو في مليون هيقعدوا يعيطوا على ان تليفونهم اتنى، وفي 14 مليون هيبقوا قصادهم من الناحيه الثانيه بيقولوا التليفون ما بيتنيش. بالظبط يعني كده. النهارده الناس عندها التركيبه دي. واحد من اصدقائي الاعزاء بيشتغل في واحده من كبرى شركات الموبايل في السعوديه، وفي منصب عملاق يعني. كاتب النهارده ان هو جرب الايفون 6 وان هو ما بيتنيش ولا اي حاجه، ودي كلها اشاعات وحاجات كده. المشكله في الابلكيشن، سيبك يتنى، ما انت مش هتقعد. هو موضوع السوفت وير ده هو المشكله. بس هو ده الاهم يعني. وبعدين في ناس ثانيه بقى طالعه يعني ابل مش عايشه لوحدها يعني. طبعا. يعني في سامسونج طالعين بيدوم بالكتف جامد. لان سامسونج عندهم جهاز شبه الايفون الجديد في كبر الشاشه. اوكي، بس هو بقلم اسمه نوت 4. هو لسه هينزل. هينزل كمان اسبوعين حاجه كده. فده قصاد ده يعني، هم ما هماش زي بعض بالظبط. انما لو انت كان نفسك في شاشه كبيره، اهو انا هديك شاشه كبيره. اما هو HTC عنده حاجه، LG عنده حاجه، بس هو ابل وسامسونج هم اكتر شركتين بيكسروا بعض. شركات عملاقه يعني في المنطقه. وجاي لهم في السكه مايكروسوفت. اوكي، لان مايكروسوفت اشترت نوكيا. ف
نوكيا بالمناسبة يا جماعة في فنلندا بلد 5 مليون اقتصادها قائم على عدة تليفون. نوكيا سوري مايكروسوفت اشترت نوكيا، بس بتعمل دلوقتي اوبريتنج سيستم جديد اللي هو اللي احنا متعودين عليه اللي اسمه ويندوز. كان في ويندوز نزلت اسمها ويندوز 8. مايكروسوفت امبارح قالت انها هتطلع ويندوز 10. اوكي فهينطوا واحده. اوكي يعني هو كان 9 10 مفيش 9 كانت 9 دي في السكه نازله في السوق كده بتلعب. قال لك لا احنا هننط من 8 ل 10 و10 دي هتبقى بتشتغل على اي حاجه، هتبقى بتشتغل يعني على التليفون. معلش بس عشان انا يعني حضرتك بتقول كلام بالنسبه لي ياباني، فانا هحاول يعني هل الشركات الاخرى المنافسه بتشتغل على ويندوز 9 اللي بتحاول توصل له، فمايكروسوفت مع نوكيا هتوصل ل 10 ودول لسه في 9؟ لا مايكروسوفت هي صاحبه الويندوز. تمام. فهي اللي بتعمل فيرجن الويندوز كل سنه. كويس. او كل سنتين او كل التليفونات اللي هو اللي بتشتغل بالويندوز. احنا عندنا التليفونات بيشتغل بكذا حاجه، في ابل بيشتغل بحاجه اسمها الاي او اس. اوكي. وتليفونات زي سامسونج وال جي بيشتغلوا باندرويد. اوكي. وفي حاجه اسمها الويندوز. اوكي. فعندنا الثلاثه دول منافسين لبعض. تمام. فكان ابل بالاي او اس بتاعه وسامسونج واصلين لنفس ليفل بيلعبوا مع بعض، فدول جايين لهم. اوكي. فدول جايين لهم. فاحنا يعني احنا كانت الناس كلها بتقول خلاص سوق التليفونات كده خلص. لا في لفه جايه. مايكروسوفت في لفه جايه 2015، فيها لفه جايه، فيها موديلات جديده. فيها سوفت ويرز جديده، فيها امكانيات اعتقد كمان في شبكات التليفونات هتبقى اكبر. عشان تستوعب اللي التليفون بيعرف يعمله. لان ممكن التليفون يحرق شبكه الموبايل. يعني يبقى معانا تليفونات في ايدينا بس نبتدي اكبر من امكانيات الشبكه، نبتدي نقول للشبكات الموبايل يعني عيب كده. عايزين احنا الحقيقه يعني خدمات اكتر، مش عايزين نعمل دعايه سيئه لحد، بس احنا بنقول عيب كده. انا في السفر بتعذب عذاب غير طبيعي من غير ما اقول انا تبع شركه ايه يعني. تمام. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، الموبايل يعني بيعني في العالم العربي اكبر بكتير جدا مما يعني في اوروبا وفي امريكا. تمام. ليه؟ يعني المفترض يعني احنا شعب مستهلك للموبايل، انا بشوف بره الناس بتستخدمه في حدود معينه وحدود عمليه فعلا، والشباب اللي موجود بعمل عليه حاجات. الرغي اللي احنا بنشوفه عندنا ده انا بشوفه بره خالص. يعني التليفون ده عشان تانفورم او ان تخبر او تعمل حاجه معينه فيه، او تخش على حاجه علشان يعرفك انت فين في المكان ده، يعني هي دي استخداماته اللي انا شفت الناس بتستخدمها. ايه سبب الهوس؟ احنا مش لاقيين حاجه نعملها مثلا ولا ايه؟ لا انا هقول لحضرتك الدراسات اللي انا شفتها اللي ليها علاقه بالموضوع ده. احنا شعب غير ثابت في مكانه. تمام. بمعنى ان حضرتك ممكن تلاقي كوبري 6 اكتوبر زحمه جدا الساعه 12 الظهر. و12 بالليل و3 بالليل. فاحنا عندنا ساعه الذروه زي ما بيقولوا عليها الجماعه بتوع المرور. بقت موجوده في كل وقت. تمام. من الساعه 7 الصبح. ده بقى المسلي يعني، ده اللي لا ده بقى الوسيله اللي انا بعرف اتكلم فيها واقابل الناس واكلم الناس، اضافه الى ان احنا ما بنستخدمش التليفون الثابت. ده على اوروبا بيستخدموا اصلا. في اوروبا بيستخدموا التليفون الثابت. طب يعني انا حضرتك لو عايز تكلم الفلاحين اللي في غلبيه الراكبين حمار بكلم التليفون ده ساعه ذروه ايه بقى؟ ما هو عنده يعني احنا بنتفرج على ناس بجد في الفلاحين ماشي وبيكلم في التليفون ولا زورة ولا هو يعني هل بقى عاده؟ لا هو كان في الاول، اول ما نزل كان واجهه اجتماعيه. فهو كل شخص بيبتدي يستخدمه بيبقى واجهه اجتماعيه بالنسبه له. في ناس كانت في الاول خالص، ودي وقائع مشهوره. كانت في ناس بتحط التليفون على ودنها وهي مش بتتكلم. لمجرد بس الناس تشوفه يعني عشان وبعدين تصوره. فجأة التليفون وهو في ايده يرن، فتكتشف ان هو ما كانش بيتكلم حد. عشان ده موجود بقى الدنيا كلها. يعني دلوقتي ابتدت الدنيا تختلف. باشمهندس حسام انت نورتنا، ويعني زي ما اشدنا بشركه ابل النهارده، مش قطعنا فروتها قوي بس يعني بنقول لهم احنا مستنيين. بالظبط كده، احنا مستنيين حاجات احسن شويه، حاجات احسن، ومستنيين من المنافسين حاجات احسن عشان ما حدش يفهم ان هو احنا ضد الاحتكار. مش بنتكلم على ابل، احنا بنتكلم على الكل. هل ما حلمتش في يوم وانت راجل خبير تكنولوجي ان مصر يبقى فيها ناس تصنع حاجه زي كده؟ اقول لهم بلاش يا سيدي يعملوا، بس يعني يبقوا مساهمين في نهضه
نهضة تكنولوجية لمصر كده، وادي التكنولوجيا اللي عايزين يعملوه، يعني الحلم ده مش موجود؟ الحلم موجود. اعتقد ان احنا عندنا الناس اللي تعرف تعمل الحلم ده. ينقصهم بعض الامكانيات، ينقصهم بعض الرعاية، وينقصهم بعض النظام الفهم من الكل ان ده لمصلحة البلد، مش لمصلحة قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات. لان المشكلة في كل القطاعات، مش بس في القطاع طبعا ده. انا موافقك ان الناس بتتصور انك انت مدام بتبحث في مجال مثلا تصنيع هذا الجهاز، يبقى ده بس يبقى حضرتك انت متخصص في الاتصالات فالدوله كلها ملاش دعوه بيه بتوع الاتصالات بس. لا، ده احنا بنتكلم بنعكس على كل شيء، بنتكلم على حاجه بالعرض. يعني مشكلتنا طول الوقت ان عندنا الانسان المصري القادر على عمل كل شيء، وعندنا النظام اللي كل السيستم، يعني مش النظام بمعنى النظام اللي بيحكم، السيستم دائما ما يفسد عبقرية المصريين. صح يا دكتور؟ النظام التنفيذي. طبعا التنفيذي، عشان بس احنا بنعرف نعمل استراتيجيات حلوة قوي، بس وبنعرف يعني نعرف نكتب استراتيجيات هايلة، وعندنا ناس هايلين. عايزين بقى الوصلة اللي بتقول دول ينفذوا دي. يا ريت ندور على الوصلة. مش مهندس نورتنا وشرفتنا. شكرا وان شاء الله تبقى معانا المرة الجاية، تكون قبل حسنت فتيجي هنا حد غيره بقى. نورتنا يا باشمهندس. شكرا جزيلا. فاصل ونلتقي في الفقرة اللي بعد كده من انت حر. رجعنا لكم ومعانا الصديقة، هي صديقة على فكرة، والدكتورة وصاحبة دار العين ومؤسستها، دكتورة فاطمة البود. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا بيك يا مرحبا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أولا ألف مبروك على هذا الاختيار الجميل اللي بيشرف كل المصريين قبل ما يشرفك أنت شخصيا. يعني الله يبارك فيك. مرسي جدا. إيه بقى حكاية الاختيار ده؟ قولي لي إزاي عرفتي. والله أنا عرفت فجأة، يعني أنا ما كانش عندي أي فكرة عن الموضوع. لقيت حد حطيت لي اللينك على صفحتي وقالت لي بصي على رقم 65. فبصيت كده على اللينك، لقيت اسمي ودار العين للنشر. لوهلة يعني قلت معقولة؟ لا يعني عجبني انه في حد متابع مجهودك ومشوارك. والغريب ان المجهود ده من بره، من بره ومن غير ما يكون عندي ادنى فكرة ولا اعرف حتى الناس. امبارح في مداخلة مع رئيس التحرير مجلة الفوربس كانوا بيسألوها على معايير الاختيار. ايه المعايير؟ لسه هسألك. فقالت انه مدى تأثير هذه المؤسسة وهذه الشخصية في المجتمع. تمام. مش بس المجتمع المحلي بتاعها، ولكن المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني، المجتمع العربي والمجتمع الدولي. وقالت كمان على التواجد. يعني يجب أن، مش كفاية ان انت تكون نشر جيد دكتور مثلا. ماهر مثلا. ولكن من المهم جدا ان انت تترك اثر. تمام. يعني أوكي. في الحياة. مش تترك اثر على المريض بتاعك بس، على المريض في المحيط اللي بتشتغل فيه. المحيط. ايه الاثر اللي انت سبتها دكتورة من دار العين من وجهة نظرك؟ اظن. اتفضلي. تنوع جنسيات الكتاب اللي دار العين نشرت لهم. تمام. من الخليج للمحيط. كل البلاد العربية تقريبا فيها كاتب او اكتر في دار العين للنشر. طيب انا هسألك سؤال. فضل. طبعا اي صاحب دار نشر لازم يبقى شخصية مثقفة، لانه بيقرأ وبيقول وبتاعه كده، وكل اللي انا عرفتهم الحقيقة كلهم طبعا هذه الشخصية. طبعا. معايير اختيارك تاخدي تنشر الكتاب ده ولا ما تنشرهوش ايه؟ لان انا عايز اقولك على حاجة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في هوجة نشر حصلت في اخر 10 سنين انت عارفها، وبالتحديد في اخر 4 سنين بالظبط في هوجة اكتر كمان. وبعض الاحيان يعني انا عشان اصدر اول ديوان ليا فضلت 25 سنة. ايوه. انا بقى بشوف ناس انها مثلا 22 سنة يقول لي ده رابع كتاب، فتندهشي وبعدين تندهشي كمان في كتب كتيرة ودار نشر، دور نشر كبيرة. ايوه. مستوى الكتب لا يرقى الى النشر. انا بسالك ده صحيح. قولي لي ايه بقى معايير اختيارك؟ ما هو من ضمن اختياري ال 65 ان معايير انه نوعيه الكتب اللي انا
بنتجها كلها قيمة. تمام. بمعنى انه يعني واظن كمان برضو ده كان في اعتبارهم انه 4 سنوات متتالية توصل رواية على الاقل من اصدارات دار العين لقائمة القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية. ايه هم بس عشان الناس تتكلم. اول رواية كانت للروائية منصورة عز الدين. كانت ضيفتي على فكرة هنا وشخصية هايلة. بديعة. هايلة. بديعة. ومن من الشخصيات اللي هي منصورة كمان عاملة اثر عالمي. يعني منصورة بتكتب وبتكتب في الجرايد الألمانية غير عارف. كمان إبداعها اللي ترجم وراء الفردوس ترجمت لست لغات. الحقيقة. وبعدين خالد البري ورواية رأسة شرقية. تمام. وبعدين عز الدين شكري الصديق العزيز المختفي في انت فين يا عز وحشتنا. وروايته عناقا لجسر بروكلين. وهذا العام الروائي السوري خالد خليفة ورواية لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة. يا سلام. فدي 4 سنوات في عمر الجائزة. 6 سنوات سوري أو 7 سنوات. مصريين. 3 مصريين وسوري. حلو قوي. وكمان اخذنا جائزة شيخ زايد بكتاب دكتور عمار علي حسن سنة 2010. وكان فرع فرع بناء الدولة، يعني فرع الجائزة كتب في بناء الدولة. وبعدين خدنا بقى جوائز كتيرة يعني. لكن كل دي كل هذه الجوائز أضافت للدار ولصاحبة الدار فتم الاختيار. ده أكيد. بالإضافة لصالون العين الثقافي. يعني أول صالون ثقافي يبقى باسم دار النشر. تمام. يعني أول دار طب النشر. طب ما تحكي لنا عنه بقى شوية عشان أنا يمكن أنا أحكي لك. أنا آسف إن أنا مش عارف عنه قوي، بس قولي لنا إيه بقى حكاية الصالون الثقافي. هو بدأت الحكاية. شوف أنا لما بدأت نشر كان عندي فكرة إني أبقى نشرة متخصصة. تمام. بس في نشر كتب الثقافة العلمية. أوكي. طبعًا دي كلها مترجمة لأنه إحنا لا ننتج يعني خلاص علم للأسف. خلاص. خلاص. ما عندناش يعني ما ما عندناش الثقافه العلميه خلينا ننتج فالناس تشتري، يعني الثقافه العلميه نفسها مستورده طول الوقت. بالظبط كده. ف يعني قعدت 5 سنين وما كانش الصدى الاعلامي في الجرايد او المتابعه، كان ينشر اخبار يعني حسب كل كاتب وعلاقته بالصحافه. لما نشرت رواية طيب صالح موسم الهجرة للشمال. انت اللي نشرتيها. هو خصني. يا جماعة هقول بس انا متعودين ان احنا بنتكلم. موسم الهجرة الى الشمال هي رواية، الرواية يعني ايه زي ما بنقوله بيضة الديك. ايوة. في الادب ضمن الادب العربي كتبها الروائي الشهير الطيب صالح السوداني اللي عاش في انجلترا، وهي تعتبر الروايات القليلة اللي بتتكلم عن التقاء الشرق بالغرب كحضارتين. زيها زي قنديل المهاجم بس بشكل اخر. من الروايات الرائعة يعني. ده صحيح. فلما اطلقت الرواية في حضور طيب صالح الله يرحمه ورجل استاذ رجاء النقاش والعديد العديد من رجال الاعلام والثقافة في نسختها الجديدة طبعا. انا قريت نسختها القديمة. طبعا في الطبعة الجديدة بتاعت يعني بدأ يتم الالتفات لدار العين. تمام. وفي اطلاق الرواية كان ما يشبه الصالون. يعني هو الكلمة وصديق اخر الكلمة. طبعا الدكتور رجاء النقاش يعني كان من اعز اصدقاء على فكرة. هذه الرواية انا كنت اعملها فيلم على فكرة. استاذ خيري بشاره. ويعني يا ريت تفكر تاني. اتفضلي. كمان الاستاذ رجاء هو اللي القى الضوء على شغل الطيب صح. طبعا. فتولدت في ذهني انه ليه ما نعملش يعني يبقى الصالون ده جزء من الدار. يعني الاصدارات اصدارات الدار تتم مناقشتها، يبقى في ندوه في نقاد او متخصصين لو في كتب الثقافه العلميه. تمام. او نقاد في الروايه وقد كان. بتعمليه كل قد ايه يا دكتوره؟ مرتين في الشهر. هايل. و
وبلغنا من الرحابة ويعني تعميم الفايدة انه مش بس قاصر على مناقشة كتب دار العين. الله. بنستضيف كتاب مهم نزل في دار الشروق او دار مثلا المصرية اللبنانية. روافد اي دار ناش ميرت ميرت حبيبتنا كلنا بنحب ميرت. انا اصلا بحب وانا بحب هاشم طبعا طبعا محمد هاشم طبعا. فيعني العمل الثقافي يا مدحت لازم يبعد تماما عن الأنانية. يعني طبعاً. الأنانية ويعني كي تعم الفائدة اللي احنا عاملينها من العمل الثقافي يجب ان نتعاون جميعا وما نبقاش متقوقعين. بالظبط كده بالظبط. ونتصرف. هي ثقافة فعل. يعني الثقافة مش انك تبقى قاري كتب وهضمها حتى وحافظها. لا، الثقافة ان انت تتصرف ازاي. الفعل الثقافي مهم، لان الثقافه اذا ما كانتش للناس ملهاش اي لزوم تقعد في بيتك وتقعد تقرا زي ما انت عايز. بالظبط كده بالظبط. وبعدين دلوقتي بقى كتير قوي يبقوا مطلعين شغل في دور نشر تانية ويكلموني دكتوره فاطمه عايزين نعمل حفله توقيع عندك بكل صدور. طبعا طبعا اكيد. ده بقى خلاص بقى عرفه متبع يعني. ده بيت كل المبدعين. طب انا سؤال بس، إن لسه انت ما رجعتليش وقلتي لي السؤال اللي انا سالته. ليه في كتب اقل من المتوقع بتنشرها دور نشر كبيرة؟ هل ده ايه، ملء فراغ يعني ولا ايه؟ يعني انا بشوف كتب كتيرة الحقيقة، انا مغرم بان انا اشتري كتب لناس ما اعرفهمش. ايوه. يعني بكتشف تكتشف طبعا. فاكتشف في ناس، منصور عز الدين من ضمن الناس اللي انا اكتشفتهم. لكن في ناس تانيين الحقيقة لا يرقى ابدا المستوى لل يعني مش ليه. وللأسف في هوجة للترحيب بهذا الادب والترويج له. انا مش فاهمه هم عايزين ايه بالظبط. الحقيقه هو في لجنه، يعني كل دار مفروض كل دار نشر عندها لجنه قراءه. وعندها محرر او عندها مستشار او مستشارين. في معايير معينه، يعني العمل الفني له معيار، يعني مش اي شويه كلام جنب بعض كده ويطلعوا يتبعوا يعني. انت شايفة ان دول يعني ما بيتبعوش الطرق اللي دي دور نشر كبيرة، يعني مش بتكلم، مش عايز اقول اسماء، بس دي دور نشر المفترض ان ده موجود عندها انها تجيب لجنة وده، وانا عارف ان ده موجود. الناس بتستسهل احيانا. بتجامل احيانا. واوحش حاجة المجاملة في النشر وفي الشغل. مش كده؟ بس بتجامل ناس كتير او كده يا دكتورة؟ كمية رهيبة. انا بكلمك في حاجات يعني انا اتصدمت. بس ما اظنش دور النشر الكبيرة عندها كمية. لا عندها. انا بقولك اصلا انا يعني عايز اقول لك ايه، زائر لجميع المكتبات. ايوه خلاص. أيوة. يعني على طول. أيوة. في وسط البلد وفوق. لا انا عارفة خلاص. فانا بقولك بافاجأ بمستوى يعني انا مندهش اصلا ان ده الدار دي بتعمل. عموما انا بس هاخد معايا تليفون لواحدة زميلتك في من اهم الشخصيات اللي اختاروها برضو، وهي دكتورة غادة صالح، وهي تعتبر واحدة من اقدم السيدات اصحاب الصيدليات في انجلترا كلها على بعضها. يا دكتورة. الو يا دكتورة غادة. الو. هيا يا دكتورة، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا الف مبروك على هذا الاختيار، وطبعا انا كنت قريب عندك وكان نفسي التقي بحضرتك لكن لم يسعدني الحظ. ومعايا الدكتوره فاطمه البودي برضو، واحده من الذين تم اختيارهن في النساء العربيات الاكثر يعني تاثيرا زي حضرتك كده. قولي لنا حكايتك ايه في انجلترا يا دكتوره. مساء الخير يا دكتوره غاده. تاخد وقت. اهلا بك. مبروك. الله يبارك فيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه بالف خير. يا دكتوره سمعتيني حضرتك عايزه تقولي للناس حكايتك في انجلترا. حكايه حضرتك كصاحبه اقدم صيدليه في انجلترا، كسيده مصريه دكتوره مصريه عندها اقدم صيدليه، ازاي الحدوته بدات ازاي؟ لا الحديثة كانت سهلة جدا بكل بفضل الله. كانت في الظروف اللي بعتتني ادور على صيدلية عشان دي مهنتي. دي اول صيدلية جت قدامي وخدناها.
طلعت اقدم صيدليه في لندن، ما كنتش حتى عارفه يعني بصراحه، فعرفنا بعدين يعني. عرفتوا بعدين انها اقدم صيدليه؟ اقدم صيدليه في لندن. ايوه. طب وحضرتك اللي بيشغل عندك دكاتره بقى مصريين ولا من كل الجنسيات؟ عندي اللي معايا برضه واحد مصري عاصم درويش، ومعايا واحده بحرينيه فاردين، ويعني شغالين هناك. حضرتك يعني ما يعني كان لك اي عمل في الصيدله في مصر هنا قبل ما حضرتك تسافري انجلترا؟ فتحت كان عندك صيدليه مثلا او حاجه؟ لا، انا سبت انجلترا وانا صغيره جدا، يعني ما كنتش بعمل سبع سنين. يعني حضرتك درست صيدله في لا في انجلترا؟ نعم. حضرتك دارسه الصيدله في انجلترا؟ اه، درست كل حاجه في انجلترا. طب انا اولا سعيد ان انت سافرت من انجلترا وانت صغيره، لكن بتتكلمي لغه عربيه جميله، لان كثير من المصريين او العرب ما بيسافروا صغيرين لكنتهم بتبقى اقرب للخواجات، فانا سعيد. ربنا يخليك يا رب، انا بقولك والله صورتك جميله يا دكتوره غاده. كان عربي في البيت، وكان عندنا مدرس في البيت، كنا بنروح مدرسه عربي. ابني برضه بيشكرني جدا عشان برضه بيروح مدرسه يا دكتورة احنا سعداء بيكي وبهذا التكريم، ووجود حضرتك في بلد زي انجلترا والعالم كله فرحان بيكي، ده بيبقى بصراحة تشريف لنا كلنا. يعني الواحد لما بيشوف حد مصري بره رفع راس مصر كده، الواحد بيحس بالفخر وبيحس ان مصر مش يعني او شخصية زي حضرتك مسلمة، ده شكل الاسلام المتحضر المتنور اللي نحب نصدره للعالم كله. اه والله انت عارف بتبقى يعني شيء غريب جدا عندنا، يعني المنطقه اللي انا فيها كلها طبعا انجليزي والامريكان، ف يعني عبال ما خدوا عليا يعني واحده ست متحجبه ومصريه مش زي الانجليز كلها اللي كانوا ماسكين الصيدليه قبلي، فبس شيء جميل جدا ان احنا يعني بيحبوني جدا، وعندنا زباين كتير كلهم انجليز، فهم بيحبوا مصر جدا، كتير منهم بينزلوا مصر، فشيء جميل جدا يعني. دكتوره هم بيحبوا مصر من خلالك، وده حاجة عظيمة احنا بنشكرك عليها الحقيقة. يعني أي حد مصري زي الدكتورة زي حضرتك زي الدكتورة بره لما بتروح الإمارات، كتير أوي كتير مصريين زي برضه هنا، يعني ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يكرمنا ويسعد مصر كلنا جميعا يا رب. موفقة يا دكتورة غادة. ميرسي يا دكتورة غادة، وإن شاء الله في أول زيارة لحضرتك لمصر هنا تبقى ضيفة عزيزة عندنا تحكي تجربتك للشباب الصغير يتعلم منها. شكرا يا دكتوره. ايه رايك في يعني مش هو ده انت جميل والله، مش هو ده الصوره اللي مفروض المصريين والمسلمين تحديدا الاسلام بقى عند الناس بره، عند كتير من الناس يعني دقن وملطوف. والله هو بدا الاسلام عندنا نخاف كمان من الصوره كده. داعش وما داعش اللي جايه دي، يعني انا عايزه اقول الاسلام القران والاحاديث وبس. علاقة البني آدم بربه علاقة خاصة جدا، بني آدم يعمل فروضه ما يعملش فروضه، ده حسابه عند ربنا، حسابه عند ربنا. ما نشرتش كتاب يا دكتورة عمل ضجة كده زي كتب دكتور حمد نصر حمد أبو زيد بتاع حاجة كده يعني؟ أنا عملت كتاب شديد الأهمية اسمه أيوة. العلمانية هو الحل. العلمانية هي الحل، والعلمانية لا تعني الكفر، العلمانية لا تعني التخلي عن الدين يا جماعة. الاسلام علماني، العلمانيه اعمال العقل. اعمال العقل اللي كاتبه ده كاتبه الاستاذ فاروق القاضي من الدكتوره على مسؤوليه الدكتوره فاطمه، كتاب العلمانيه هي الحل، وهي بتقول كمان مره العلمانيه ليست الكفر طبعا، ولكن الاسلام علماني لانه يدعو الى اعمال العقل. اعمال العقل طبعا. انا طبعاً. مش يعني مش لاقي كلام اجمل من ده انهي بالفقره. أشكرك. الحقيقة بجد نورتي يا دكتورة. ميرسي جدا جدا. نورتي والف مبروك، ودايما كل سنة نلاقي سيدات مصريات جميلات في وسط مصر مليانة القائمة بتاعت مجلة فوربس، واجمل حاجة من التكريم انه جاي من ناس لا نعرفهم ولا يعرفونا ولا لنا بيهم علاقة اصلا. ناس راصدين مسيرتك وعندهم كريتيريا معينة ومطبقينها، وانا بشكرهم الحقيقه. انا شخصيا فرحت. الف مبروك طبعا، من حقك تفرحي، واحنا فرحانين بيك يا دكتوره. نورت الدنيا. شكرا جزيلا. انت حر. ميرسي. وعايز اقول لهم الكلمه اللي بقولها كل مره، احنا عندنا فقره بعد كده مهمه، استنانا ما تستناناش، انت حر.
رجعنا لكم مع الصديق والشاعر الكبير ورئيس تحرير صباح الخير. مساء الفل الاول. مساء الجمال. مساء الجمال. منور الدنيا يا حبيبي. الله يخليك. وعايز اقول لك انك بجد يا جمال انا فرحان. الله فرحان ان حد من جيلي هو اللي رجع بعد صباح الخير. لا ما تغص نفسك. انا لا 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 يا عم بقول لك ايه، انا فرحان بجد يا جمال ان انت رجعت صباح الخير. اصل الناس لازم تعرف ان احنا اتربينا على صباح الخير. صحيح صحيح. ايه بقى عملت ايه يعني، كان ايه اللي كان في خيالك؟ ما هو لازم ده كان في خيالك قبل ما تبقى رئيس تحرير، بحلمت بده. صحيح صحيح. اولا اقول لك يعني، اولا طبعا انا يمكن بس الناس ما تعرفش ان انا خريج كليه اعلام قسم صحافه. انا عارف طبعا. وان انا انت عارف. لا والناس عارفه، الناس عارفه ان انت عارفه دفعه ناس حمدين مش كده؟ لا بعد حمدين بسنتين. اوكي حمدين عجوز برضو. عجوز. المهم يعني انه انا يعني دخلت اخترت صباح الخير اصلا يعني لما اتخرجت من كلية الإعلام. أنا اخترت صباح الخير لأنها كانت صيغة خاصة جدا في الصحافة المصرية. حقيقة. وهي إنها الصيغة المجلة المبدعة. وتستغرب جدا يا مدحت لما تقعد كده تسترجع فتكتشف كم المبدعين اللي كانوا بيشتغلوا في مجلة صباح الخير. حاجة مرعبة. يعني عمر ما كان فيها حد اسمه صحفي وبس. يعني يا إما قصاص وروائي وصحفي. يا اما شاعر. شاعر وصحفي، يا اما مخرج وصحفي، يا اما رسام وصحفي. رسام وصحفي. ايوه ادي حقيقه. يعني لو قعدنا نذكر الاسماء مش عايزين يوم لوحده. واخد بالك لذكر كل النجوم الفكر والثقافه اللي مروا على مجله صباح الخير. فهو ده الحقيقه اللي احنا زي ما انت قلت واشرت احنا اتربينا على كده. وخدنا كتير من افكارنا ومن تربيتنا ومواهبنا وتربيتنا كشعراء. واخد بالك ورقتنا وتمردنا على الواقع وعايزين خدناه من صباح الخير. فبالتالي يعني الروح دي هي اللي انا يعني في السنوات الاخيره. طبعا الزملاء اللي كانوا يعني متولين المسؤوليه الحقيقه كانوا في ظروف صعبه جدا. انا عارف، انا مش يعني انا مدرك الظرف السياسي اللي كنا فيه الاجتماعي وان دي كان بيراد ضربها. ده صحيح ده صحيح. كل ما تمثله مشاه في حد ذاته، انما كل ما تمثله صباح الخير بالظبط من مؤسسه روزا اليوسف. او روزا اليوسف كمؤسسه. كل ده كان مطلوب ضربه وكذا. فده الحقيقه يعني انا يمكن حظي كويس ان انا جيت في انا بسميها مرحله الامل. الامل الكبير في مصر عموما، في مصر كلها. تمام. وبالتالي كان في فرصه زي ما احنا شايفين كل حته بتتطور في مصر دلوقتي، او في محاولات جاده وحقيقيه في شغل. وفي شغل عشان نتطور. كان في فرصه ان انا كمان اقدر اعمل اللي انا بحلم بيه لمجله صباح الخير. تمام. وكان اول حاجه كانت الحقيقه كانت بتسبب لنا ازعاج شديد جدا، انه بالرغم التطور الشديد في انواع الورق اللي بقت تصدر بيها جميع المجلات اللي في مصر، ظلت صباح الخير بتصدر على ورق بنسميه ورق الجرايد. الخفيف اللي هو اولا خفيف، ثانيا ما فيهوش بينزل زي الابيض والاسود. يعني مش مصقول ولامع وياخد ويستحمل الوان. ويستحمل الوان. تمام. فبالتالي دي كانت مشكله الحقيقه. اول حاجه اتكلمت فيها مع الصديق العزيز عبد الصادق الشرباجي رئيس مجلس الاداره. ولقيت استجابه ما فيش الموضوع ما خدش 3 ثواني. يعني لقيته بيلحقني. هو كمان عنده رغبه في التطوير. عنده رغبه. الحقيقه بقى انه المشكله كانت ايه، انه مش بس صباح الخير كانت متخلفه في الحته دي عن المجلات المصريه كلها. المشكله ان هي كانت اولى مجله بهذا التطور. لانها مجله بتعتمد على الفن. تمام. على الرسومات، على الفن التشكيلي. بالظبط كده. لازم تبقى متلونه. فده لازم هي قبل قبل اي مجله اخرى كان لازم تكون عامله كده. لذلك ما لحقتش اتكلم. كان سامقني في الكلام وبيقول لي فعلا وعندك حق.
طبعا دي كان بتصعب عليك المجال جمال انت بتشوفها قبل كده؟ طبعا والله انا وانا طبعا انا بحبها بس ما اشتغلتش فيها بس انا والله كانت بتصعب عليا. صحيح الحمد لله انه جاء الوقت اللي تاخد فيه يعني مكانتها الحقيقيه. بدانا بقى بانه طبعا انا عندي الحقيقه يعني حقيقه الامر احنا عندنا بصراحه الخير زملائي يعني انا عندي كنوز حقيقي بكل ما تعنيه الكلمه كتاب وفنانين وعمال وحتى خبرات فعلا فنيه زي ما انت بتقول حتى عمال الطباعه في روزا اليوسف ليهم. وعايز اقول لك على حاجه طريفه يمكن ما حدش يعرفها انه من اهم مكونات روزا اليوسف ان عمالها كانوا عاملين كورال. يا سلام. وبيغنوا في احتفالات عماليه وفي يعني احتفالات حتى العمال فنانين حتى عمال والله العظيم من جود السعيد يسعد يعني مين كان يبقى بيشتغل مع صلاح حافظ وصلاح شاهين وفتحي غانم وحسن فؤاد ومصطفى محمود وجمال كامل وهبه علاء مش عايز ينسى حد والواحد لا واسماء ما حدش فاهمه زي ما انت قلت عبد الرحمن الشرقاوي يا اخي طبعا رئيس مجلس اداره المؤسسه ولا المؤسسه مؤسسه يعني مؤسسه كنوز لا وطلع منها يعني خد بالك ان هيكل مر على روزا اليوسف لما بتتكلم على هيكل طبعا عبد الحموده انه لا ومن كل الاجيال يعني هنتعب الحقيقه لو قررنا صديقي العزيز محمد هاني طبعا فالمهم يعني انه كان هذه الكنوز كان يجب ان احنا بس نستفز طاقتها ونقول لهم يلا بينا دقت ساعة العمل وبالفعل كانت الاستجابة هايلة جدا. الاعداد الاولى انا جيت في اول رمضان بالحقيقة كان انا عندي ميزة مش موجودة عند المجلات الاخرى ان انا عندي كتيبة من الفنانين التشكيليين طبعا معانا يعني اللي رسمين الحاجات دي ايوه يعني ده خضرة حسن ده احد الشباب انما عندنا كمان اللي اكبر منه محمد طراوي وعندنا جمال هلال وعصام طه وسامي امين هو بيعرض لنا الاغلفه هو الحقيقه يعني انه قرر ان يعود عرش البورتريه مره اخرى على انا لاحظت كده على اغلفه انا لاحظت كده شايف الله ده كان موضوع عن النوبه وهنيجي هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. كان غلاف عن النوبه رسمه الفنان فرحات ده طبعا هحكي لك برضو حكايه هذا البطل ده اول عدد انا كنت مسؤول عنه ده مين ده باقي ذا زكي يوسف طبعا اللي هو المهندس اللي عمل خط بارليف اللي خط بارليف بخراطيم الميه طبعا شوف انت اول ما قلت الاسم بس على طول مش عارف الاسم بس مش عارف الشكل مش عارفين الشكل يا سلام عليك يا جمال اول حاجه عملتها رحت حاطط صورته انا بحييك يا جمال انا نبح صوتي اقول يا جماعه الاعلام يجب ان يحط سبوت على الناس دول مش معقوله تبقى كل الاولاد فاهمين ان بس لعيبه الكوره والفنانين مع عظيم احترامنا هم دول بس النجوم اتفضل يا استاذ بمناسبه بقى يعني هذا الرجل القضيه اللي انت بتتكلم فيها العدد القادم هيبقى 7 اكتوبر فالعدد القادم من صباح الخير انا حاطط على غلافه شهداء الضربة الجوية الأولى يا سلام مش صاحب الضربة الجوية احنا ما عرفناش أساميهم والله يا جماعة وأنا كاتب كده عنوان فوق درسوهم في المدارس الله عليك لأنه يعني ده عنوان قصيدة على فكرة طبعا مش ممكن الاسم ده يبقاش عنوان قصيدة مش كده هي ابتدت يعني لا أصل ده على طول أنت أول ما قلتش درسوهم درسوهم في المدارس طبعا فده يعني اللي أنا عايز أقوله انه لا يا جماعة القيمة ومش وحتى القيمة في الفن لازم نتجه الى القيمة حتى القيمة في الرياضة لازم نتجه الى القيمة انا عملت من الحاجات اللي هتلاقيها عندك كده يا مدحت عدد
العدد ده. انا عملت عدد عن الرياضة المصرية 50 عظماء صفحة. المصريين اهو يا جماعة العدد اهو عن عظماء المصريين. هو ده اللي انتوا حاطينه على الشاشة. 50 صفحة في هذا العدد ده عدد خاص على الرياضة المصرية. ما فيهمش سطر واحد عن كرة القدم. يا سلام. لانه احنا افتقدنا قيمة انه البطولات ليه يفضل الالعاب كل الالعاب شهيده واللعبه الوحيده اللي واخده حقها اعلاميا هي مرة ما حققت لنا حاجه على الطل يعني بينما فعلا دول بيجيبوا ميداليات ذهبيه تاريخ عندنا تاريخ احنا طبعاً. احنا من اقدم الدول اللي عندها اتحادات صح للعبات الاولمبيه جدا صح وليها كل لعبه فيهم ليها تاريخ عايز اقول لك بقى من قبل العدد ده ما يصدر باسبوعين وانا مقرر انه على غلافه البنت دي والشاب ده على الشاشه ده البنت دي اللي هي حبيبه اللي فازت ببطوله العالم في الاسكواش للشباب حبيبه وشهاب وهي عندها 15 سنه السلام. وشهاب ده اول مصري يفوز في السباحه ببطوله الاساتذه بطوله عالميه الله فانا مقرر ان انا احطهم عايز اقول لك بقى طب حبيبه دلوقتي احنا حطيناها على الغلاف ونزل العدد يوم الثلاث يوم الجمعه الجرائد المنافسه ايوه حطوها بعدنا باربع ايام مش لانها هي خدت البطوله للاسف الشديد انما حطوها لانها قابلت الرئيس فبس ده السبب يعني حطوا الرئيس وجنبه حبيبه بالظبط بينما انا الحقيقه كان اختياري من قبل ما تقابل الرئيس ان هي دي اللي تقابل الرئيس دي قيمه صح. دي قيمه ان بنت عندها 15 سنه بتروح تاخد بطوله العالم في الاسكواش دي قيمه مهمه جدا لازم نقف وراها طبعا انا عايز اقول طبعا انا بتكلم كان انا اللي عملت لا 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 أنا بس الحقيقه طبعا مفهوم احنا ان وراء هذا عمل جماعي طبعا ده عمل جماعي واحنا اول عدد في خدناه يمكن تلاقيه قدامك دلوقتي اللي هو العدد بتاع 99 لا اول عدد خدناه في الكوشيه يعني كان عليه مين وانا اجيبه قدامي هو كان عليه خريطه مصر وهي منوره كنا واخدين تيمه ايوه هو ده هو ده كنا قدامنا على ايوه كنا واخدين تيمه العمل الجماعي في مصر مصر رساله خير وامان ايوه قلبها اكبر من الاحزان لو شفتها من السماء تلاقيها ورده نور بين الاوطان ده طبعا شعر الاستاذ جمال بخيت الله يخليك جميل فاحنا انا معايا مثلا معايا مجموعه العمل المشرف الفني سامي امين احد الفنانين الكبار في مجال الفن التشكيلي في مصر معايا مديره التحرير ناهد الشافعي معايا نائب رئيس التحرير جيهان ابو العيلة معايا سكرتير التحرير سيف معايا مشرف فني احمد عبد الله الحقيقه معاك كتيبه دول يعني الكتيبه احنا مدركين اللي يعني ايه عندنا يعني دول مطبخ العمل طبعا معايا بقى اللي انا مش هقدر اقول اسم 60 70 واخد بالك كاتب ومحرر وصحفي وصحفيه من كافه الاجيال من اول جيل المؤسسين اساتذتنا الكبار لحد اصغر بنوتة متعينة قريبا من شهرين ولا ثلاثة في مجلة صباح الخير كتيبة يعني الحمد لله هم باين يا جمال على الشغل ده ده باين يا جماعة ان هذا جهد واضح جدا وحاجة تفرح وحاجة تسعد وحاجة تبسط بتاخد الصحفي الصغير ازاي يعني لو صحفي دلوقتي يا جمال وهتلاقي ناس مكلميني احنا عايزينه الاختيار بيتم على اساس ايه اشوف انا اقول لك على حاجة انا 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 ليا وجهة نظر في مسألة عمل الصحفيين في الصحافة بفضل رقم واحد انه يكون خريج كلية إعلام قسم صحافة. رقم واحد. رقم واحد. تمام. ليه؟ لأنه ده اختار الصحافة ودفع 4 سنين من حياته في دراسة الصحافة. عرف يعني إيه خبر؟ يعني إيه تحقيق؟ يعني عمل له قاعدة تسمح له بعد كده إنه يشتغل. إنه يشتغل. تمام.
طيب نفترض انه حد مش خريج صحافة يبقى لازم يكون موهوب في الكتابة، يعني يعني ما كانش درس على الاقل تبقى عنده الموهبة. تمام. وانت تعلم يا مدحت الموهبة دي محدش، دي منحة بقى من عند ربنا، من عند ربنا منزلها عليك، منزلها عليك ومحدش يقدر بقى يعني يتكلم فيها. بالظبط، واخد بالك. فعلى الاقل يبقى موهوب. يعني انا بزعل لما الاقي حد دخل الصحافة له خريج ولا هو موهوب. لا لا، ما انت بتزعجني. ما هي مشكلة يا جمال على فكرة، المشكلة دي بنقابلها في كل حاجة. كل واحد ماسك ورقة وقلم يتخيل انه صحفي، وقد يكون شاعر، وقد يكون سيناريست، لمجرد انه معاه ورقة وقلم. فدي بقت في كثير من الاحيان مهنة من لا مهنة له. ده صحيح. فعشان كده انا بقول خريج اعلام، خريج اعلام او موهوب في الكتابة الصحفية. تمام، كويس. وده بيبان، ما بيحتاجش وقت كبير. يعني ده من اول بيبان على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا ايضا صفحات ليلى علو، الناس يعني محتفين. ليلى علو كانت ضيفت هنا اتكلمت لا ومكالمه التليفون. وبعدين ده كمان يا جماعه عشان بس اعرف لكم قصه الحب اللي بتنشا عن طريق انت حر. كاتب لها بيقول لها كل يغني على ليلى وانا بنادي على ليلى، البدر شفع وقال الله والله ما طلع الليل. بص عايز اقول لك يعني من ارقى وانت عارف كده مدحت ان ليلى علو دي من ارقى الفنانات المصريات سلوكا واحتراما وفن وكل حاجه وكل شيء وعلاقات انسانيه وكل شيء. حقيقي يعني. فانا يعني جيت لما انا عندي غنوه كده لسه ما طلعتش للناس، هي ده بدايتها. فانا لما جيت انت عارف ان كل يغني على ليلى دي طبعاً كلمه موحيه وهي يعني طبعا كل يغني على ليلى. بس فانا الحقيقه انا كاتب الغنوه من زمان يعني من فتره طويله، انما لما جيت قلت هكتب ايه على تعليقا على صوره ليلى علو، هكتب ليلى جميله الجميلات يعني مثلا طب ما يعني عاديه عاديه واخد بالك، او متوقعه يعني واخد بالك. بس فقعدت ايه افكر فتره طويله لحد ما ربنا هداني. بس هي برضو ليلى يعني محيه للكتابه. طبعا امال ايه، ملهمه. ملهمه. لا ملهمه الجديده يا جيم اللي انت دخلتها ويعني حسيت انها صباح الخير في عهدها الجديد محتاجه ابواب. احنا هنا لما عملنا ماكيت جديد فكان لازم نعمل ابواب جديده للمجال. تمام. الابواب الجديده دي الحقيقه قدمنا يعني وجبه كده من حوالي 10 ابواب. كل واحد فيهم كان يعني مقصود بيه قيمه ما. تمام. على سبيل المثال لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية يبقى في باب ثابت أسبوعيا للثقافة النوبية. يا سلام. ولأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية ده اللي عليه الغلاف اللي عليه البنت النوبية النوبية هي دي. أيوة. إنما بعد ده كان البداية علاقتنا بالموضوع. تمام. إنما رحت عامل باب اسمه القمر النوبي. حلو قوي. ده باب ثابت على اسبوعيا على الشاشه. ده باب ثابت اسبوعيا القمر النوبي. بنقدم فيه كل ما يجب ان يعلمه الانسان عن النوبه لانها مكون من اساسي من مكوناته. طبعا. نفس الحكايه شمس البوادي. هو باب صفحتين عن حياة البادية في مصر. احنا البدو في مصر ما نعرفهمش. للأسف. انا بحييك يا للأسف جمال. الشديد. ما نعرفش نفسنا. والغريب ان هم حاسين طول الوقت ان احنا مقصرين في ان احنا نعرفهم. وهذا حقيقي. ده حقيقي. وحقنا مش عليهم، حقنا على انفسنا. تمام. ان احنا نعرف مكوناتنا الثقافية. تمام. ايه. اهلنا في سينا واهلنا في مرسى مطروح وفي اماكن حتى في الصعيد في بدو. طبعا. فيعني وبنتفاجئ احنا بالحاجات دي وما نعرفش عنهم ولا عن ثقافتهم. وانت شفت الاغنيه بتاعت عشان لازم نكون مع بعض قد ايه صارت شجن المصريين كل المصريين وحبوها واخد بالك لانها فعلا بتجمعنا بتعرفنا ملامحنا. افتكر غنوه حلوه قوي لحبيبك مدحت حداد
تعال نلضم اسامينا الفل جنب الياسمينة، هو بيلف على كل المحافظات وعلى كل محلات مصر. لازم نعرف نفسنا هنا، عشان كده البابين دول كانوا في مقدمة الابواب اللي انا حطيتها. عندنا باب تاني اسمه نحن هنا. اي مبادرة حد بدأها مبادرة ايجابية تمام لخدمة المجتمع، عملها فرد، عملوها مجموعة شباب، عملوها مجموعة رجال، عملتها مجموعة سيدات، بس بشرط انها تكون شغالة فعلا تمام. يعني كلش ناويين نعمل كذا، نعملها احنا ابتدأنا فيها، لا عملوا فعلا تمام. بنرصدها في باب نحن هنا. طب في اولاد جولي هنا قدمتهم من فترة طويلة بالمناسبة، يعني الاولاد دول واحدة صديقتهم توفت في حادثة عربية فقرروا ان هم يعملوا هي وام هم وام البنت مبادرة من اجل المرور. جميل جدا خلاص جداً. وبيوعوا فيها، وطبعا محتاجين، انا جبتهم عندي هنا وكانوا محتاجين نقدر نكتب عنهم ايضا في الباب بالظبط كده، بحيث ان يبقى هم عايزين يوعوا الناس ويعملوا تحاليل للسواقين اللي بيسوقوا علشان يشوفوا مش عارف ايه. يعني جميل، ده من ضمن الاشياء. اتفضل. مثلا اشياء زي كده ونشرنا في الباب ده حاجات رائعة الحقيقة. على فكره احنا ممكن يعني المبادرات اللي من النوع ده استاذ جمال انا احب اقدمها هنا كمان. يعني انا احب نقدر بالظبط اللي عندنا نقدر نقدمه برضو. دي فكره رائعه مبادرات، عايزين نقول ان الناس الشباب مش هو اللي بيرمي ملوتوف. على فكره عندنا شباب كويسين قوي وبيفكروا، عندنا شباب رائعين. انا في الباب ده مثلا في من اللي ابهروني نشرت حلقه عن او نشرنا حلقه يعني عن مجموعه اسمها تخته. دول عاملين ايه؟ تبادل الخبرات والمهارات. يعني انت عايز تتعلم عود تمام، وانا عايز اتكلم انجليزي. الله، انت تعرف انجليزي وانا بعرف اعزف عود، اعلمك وتعلمك وتعلمني، واخد بالك؟ افكار جميله ازاي، وعاملينها عاملين ليهم مقر واخدينه في ارض اللواء. يعني ما روحوش خدوه في مكان في الزمالك مثلا، لا في ارض اللواء عشان يبقى في وسط الناس وفي وسط الشعب اللي مشتاق للمعرفه وللتعلم. وعايز اقول حاجات كتير يعني. عندنا مثلا باب اسمه جروبس، هو عباره عن انه في الاف من الجروبات على على الفيسبوك وعلى تمام. طب كل جروب فيهم وراه فكره حلو. فبناخد بنوصل للادمن بتاع الجروب ونقول له ليه اسست هذا الجروب وايه الفكره بتاعته. انت شايف ان انت الابواب دي يا جمال بتحاول تقرب فيها من الشباب؟ طبعا، لان دي بتاعت المجله دي طول عمرها كانت مجله الشباب بالتاكيد، مش كده؟ بالتاكيد. ودي دي لازم نلمسهم، لانه وبعدين هي مجله العقول، القلوب الشابه والعقول المتحرره بالظبط كده. كويس. مالي حكايه البايه في حياتك دي ولا البايه في حياتي؟ البايه في حياتي. البايه في حياتي ده احد الابواب اللي هو يعني على قد ما فيه من طرافه بس الحقيقه فيه عمق. يعني طبعا دي فلسفه. اللي هو انا كاتب كده عليه بالظبط ايه؟ اكتب معايا كنت عايش بدل ما حد يكتبهولك. احسن ما حد يكتبهولك بعد عمر طويل. ايوه صح. ولقيت هو ايه المانع ان الواحد ده الجروبز يعني اوكي ايه المانع يعني ان الواحد يكتب معيه؟ يعني احنا ما احنا عادي كلنا يعني مروحين يعني بالزبط. وحقيقه وبعض الناس بتقعد تكتب وصيتها بالظبط كده. شوف نفسك على الاقل انت هتكتب عن روحك انت ايه؟ تكتب عن روحك احسن ما حد يكتب حاجات انت ما تحبهاش. ايوه بالظبط. او انت شايف نفسك ازاي؟ او انت شايف نفسك ازاي؟ ده مهم قوي. فدي كمان من الافكار واللي طبعا عايز اقول ان في كل هذه الابواب احنا شغالين فيها كمحررين صباح الخير خير. ولكن نتمنى انه الناس اللي عايز يكتب حيوانك المفضل. عندنا باب اسمه حيوانك المفضل، كل واحد فينا فيه حيوان بيحبه معرفش ليه. وطلعت حاجات غريبة جدا من الموضوع ده. حد كاتب عن الوطواط، حد كاتب عن التيس، حد كاتب عن الحمار. يعني عايز اقول لك حاجات ما تخطرش على 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 بال حد. وطلعت من خلال هذا الباب. عاملين باب رومانسي بقى للرومانسيين. ده اساسي. حبيبي حبيبتي. يعني نص الصفحة حد كاتب حبيبته والنص التاني واحدة كاتبة عن حبيبته. طب الشعر فين يا جمال؟ لا الشعر موجود. انا عندي ثلاث صفحات اسمهم مبدعون.
للشعر والقصة القصيرة والكتابة الساخرة. أي حد برضه عنده حاجة من الحاجات دي بيبعتها على إيميل المجال أهو حبيبي حبيبتي. لكن انت بتكتشف شعراء يبعتولك؟ طبعا. وانا شر فعلا. انا قريت بس انا عايز اقول للناس يعني. بالظبط. يعني اي حد بيبعت لنا على ايميل مجلة صباح الخير، اي حد عنده موهبة سواء في الفن التشكيلي، في الكاريكاتير، في القصة القصيرة، في شعر الشعر سواء عامية او فصحى، بنرحب بيه طبعا على صفحات صباح الخير. مين اول واحد كتب نعيه؟ اول واحد فوزي ابراهيم الشاعر. صديقنا الشاعر. صديقنا الشاعر الجميل. فوزي ابراهيم. وهو زميل ايضا صحفي وكان رئيس تحرير الكواكب. كواكب طبعا. طب ما معاك على التليفون اهو. طب بجد. يعني العمر الطويل ليك يا استاذ. مساء الفل. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا حبيبي. معاك المرحوم الشاعر فوزي ابراهيم. احنا كلنا يعني نتمنى الرحمه تجوز على الحي والميت، ربنا يديك طولة العمر. انا عايز اقول لك انه هو دلوقتي قال لك ايه، انا بكتب الاول، بكتب فوق اكتب نعيك بنفسك احسن ما حد يكتبه لك بعد عمر طويل. هي صديقتي ما اتكتبتش غير في ثاني عدد. صحيح. انما اول عدد ما اتكتبتش، فكانت سبب في انه طلعت شائعة في ثاني يوم ان انا توصيت الى رحمة الله. يا حبيبي يا حبيبي، يعني العمر الطويل لك. والله ما بكذب عليك يا دوحة، وانا حتى كلمت جمال قلت له يعني صحاني من النوم، قال لي ادي اخرة جنانك وافكارك المجنونة. زملاء في دار الهلال. اتفضل. اتقلبت موت، رغم ان الباب اربعة لون، والعنوان الباقية في حياتي، والعنوان واخد لونين، والصورة الشريط المايل فوشيا. فوشيا مش اسود. في كاريكاتير واحدة بتصوت. انما العين ما خطفتش غير التوقيع اللي هو المرحوم فوزي ابراهيم. يا حبيبي بص، ده يعني ما هو في الاخر الجنان هيودي، ما هو جمال ضروري يتجنن عشان يطلع لنا العبيد. وهو عارف يختار مين يتجنن معاه. طبعا. انت شاعر وعارف يا روح. ما هو ما هو على فكره ده عيني للكتابه. بالظبط. عيني للكتابه. بس احنا بنقول للناس اهو يا جماعه، ده باب في صباح الخير. يا صديقي ما هو لازم ينقي الناس الطاقه اللي بتعشق الخروج يعني بره. لكن فوزي عايز اسالك سؤال. هل في البيت عندك محدش اتضايق وقال لك ليه كده واحنا بنتشائم من الحاجات دي وكده؟ انا عايز اقول لك ان انا فضلت مخبي عليهم، ما قلتلهمش ان انا كتبت، مع ان انا كاتب النعي ده من شهر على فكره. كاتب مني المقال من شهر. شوف انا متوقع ازاي. وبعدين انا تخيلت ان انا حاجي مثلا ايه، رقم اربعه، رقم خمسه. لا، اول واحد في الوش على طول. ايه بالظبط كده، راح مديني حاجه عشان ما تتراجعش يا فوزي لما تلاقي رد فعل على ناس قبلك. ايوه. ما تقولوش ما تنشرش، فهو على طول. هو المشكله بالظبط كده. انما انا فعلا فضلت مخبي على البيت هنا، ما قلتش خالص، وما قلتش غير لما لقيت الزملاء في دار الهلال بيتصلوا عشان يشوفوني انا يعني على اخبارك ايه يا فوزي. يا حبيبي يا حبيبي طبعا. لا، واحد من اصحاب ابنه قال له البقيه في حياتك. واحد من اصحاب ابنه قال له، قلت له يا جمال حرام عليك، الحق بقى اكتب اي حاجه. اكتب اي حاجه يعني. دلوقتي ردتوها لي على السي بي سي. يعني 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 كويس، الناس دلوقتي عرفت ان انا لا زلت على قيد الحياه. بس عايز اقول لك على حاجه يا دوحه، يعني عارف يعني تجربه يعني على قد ما اللبسة حصل فيها الفكرة نفسها. على قد ما الفكرة نفسها جديدة جدا، وتديك يعني تديك فرصة انك انت تكسر المألوف وتخرج بره الصندوق زي ما بيقولوا. انما كمان صدقني الإشاعة على قد ما كانت مزعجة، بس كان يعني كان مردودها في منتهى السعادة بالنسبة لي، لأن أنا فوجئت بأن زمايلي بيحبوني جدا. وعايز اقول لك بقى ان هما يعني الانزعاج اللي هناك كان ايه بقى؟ اللي هو ازاي يموت ومحدش يقول لنا؟ فين زمايله؟ مفيش حتى ورقه تتكتب وتتحط. فوزي اللي كان وكان وكان.
ما يلاقيش منكم حتى يمشي حد يمشي بجنازته. يا حبيبي انا اللي يمشي ورا جمال بخيت في الاخر. يا حبيبي العمر الطويل لك يا حبيبي، ونورتنا ومتشكرين على المداخله الجميله يا فوزي. اي فرصه ايه، تم الاعلان على على الراجل صح اهو زي الفل موجود وزي الفل، ربنا يديله الصحه ربنا. نرجع بقى للمرحوم بجد، رب يديله الرحمه ويدخله الجنه على قدر ما عطى لهذا الشعب، جمال عبد الناصر. الله يرحمه. ذكرى الزعيم. ايوه. ماذا يمثل عبد الناصر بالنسبه لك؟ عبد الناصر بص يعني والثوره وثوره يوليو يعني اللي هو كان قائدها، انما كان معاه مجموعه من الضباط الاحرار اللي قاموا بدور عظيم جدا في تاريخ مصر. انا بقول ان ثوره يوليو دي كانت تمثلنا يعني عوده الروح زي ما قال توفيق الحكيم، يعني عوده الروح اللي هو كان بيبشر بيها في روايه عوده الروح اللي كتبها قبل لا اثرت في عبد الناصر شخصيا بالظبط كده. فهي كانت تمثل عوده الروح لهذه الامه. ويكفي مثلا انا دايما اضرب مثل بنفسي وباسرتي واقول ان احنا 12 اخ واخت، لولا ثوره يوليو ما كانش واحد فينا هيتعلم، احنا كلنا اتخرجنا من الجامعات. ده 80% من الشعب المصري بالظبط. فده الناس اللي فوق كل الشعب ده اتعلم، اولاده الفلاحين بقوا دكاتره في انجلترا بالظبط بسبب هي ان الثوره حققت. واعظم ما كان في جمال عبد الناصر يعني احنا لما بنحاول ننصف هذا الرجل مش بنقول ان هو اللي عمل الحاجات دي، هو الحاجه العظيمه اللي كانت فيه انه جعل من نفسه لا مسؤول عن تنفيذ أجندة الوطنية المصرية. يا سلام أجندة، شوف هم عاملين كليب على عبد الناصر اتفرج عليه. فهو عمل ايه لما مثلا نتكلم عن مجانية التعليم؟ هل عبد الناصر اللي اخترع مجانية التعليم؟ لا طه حسين قالها للطالب، طه حسين اللي كان بيطالب بيها من قبل الثورة بالظبط. طيب لما نقول كان بيتكلم عن القومية العربية، هل هو اللي اخترع القومية العربية؟ لا كان في جامعة الدول العربية قبله من سنة 45 كويس. لما بنقول تأميم السد العالي كان هناك كتب وعلماء مصريين عاملين دراسات حوالين بناء السد العالي بناء السد العالي او تأميم قناة السويس. تمام. فاذا يعني ايه، لكن من الذي حقق كل هو نفذ أجندة الوطنية المصرية. تمام. يعني البعض اللي بيهاجم اللي يقول لك عمل لنا مجانية التعليم، يا سيدي مش هو ده طه حسين. يعني ده هو نفذ. ده في ناس بتحاول تنكر عليه كمان حتى ابسط الاشياء. يعني ابسط الاشياء اللي هي مثلا امانته مثلا نزاهته اللي هي الغرب حاول يلاقي له ما لقاش. في ناس بتنكر عليه هذا جميع مخابرات العالم اللي كانت او العالم اللي كان ضده يعني العالم العالم لا يعني العالم الغربي يعني حاولوا يلاقوا له يعني ثغره في شرفه او في وطنيته او في نزاهته، ما لقيوش. فبالتالي يعني الحقيقه جمال عبد الناصر هذه القيم العظيمة كان متوحد مع شعبه. من أجمل الـ 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 الأشياء اللي اتقال أو الألقاب اللي أطلقت عليه أمير الفقراء مثلاً. لأنه كان يعني يشعر بهم وسخر حياته لخدمة هؤلاء الفقراء. ولذلك جنازة عبد الناصر مشهد مش موجود في التاريخ. لا ولن يحدث في التاريخ. ولن يحدث في التاريخ. حد 9 مليون في عاصمة بس في القراءة غير المحافظات. تعال نشوف الكليب الولاد عاملين كليب حلو نتفرج عليه. فرجونا يا جماعة الكليب اللي معمول عن الزعيم العظيم جمال عبد الناصر. يا حبيبي الملايين 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 يا حب
هذه صور من حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. قلت ايه عن جمال عبد الناصر يا جيمي؟ شوف اقول لك على حاجة. انا عملت قصيدة واحنا طلبة في الجامعة. ايوة. اسمها ارجع بقى. هي الحقيقة انا كنت وانا بكتب القصيدة انا بكتب عن قيم، عن معاني كنت بتمنى عودتها يعني. واخد بالك. انما المناخ العام، شوف بقى انت بتقول ارجع بقى وانا كتبت قصيده لحسن مبارك بقول له ارحل بقى. شوف التقابل يعني. اتفضل. في المناخ العام اللي كان حاصل في السبعينيات انه كان فيه هجوم شرس جدا على طبعاً على التجربه الناصريه، على التجربه الناصريه وعلى جمال عبد الناصر على شخصه وعلى الانجازات وكل الانجازات كان تم تحويلها الى انها خرائب وهزائم ومسح باستيكا لكل الخط بالظبط. فلما كتبت ارجع بقى، فلما جيت اقولها لقيت ردود الفعل على انها كل حد او كتب عنها او اراها او تلقاها او في ندوه كل الناس اصبحت دي الرساله الى عبد الناصر. يا سلام. يعني هم الناس اللي حولوها لعبد الناصر. حولوها على عبد الناصر. تمام. لانها تحمل المعاني اللي انت كنت شايفها في عبد الناصر، هم شايفينها في عبد الناصر. اللي هم شايفينها في عبد، واللي انا كمان شايفها فيه يعني. أكيد. فانا قلت في القصيده دي انما ليه انا بس انا ليه بقول الملحوظه دي؟ لانه الحقيقه انا بقراءاتي وبتطوري الفكري بقول انه ان احنا عايزين القائد نصل للمرحله اللي القائد فيها هو هذا الشعب. تمام. الشعب هو المعلم. هو المعلم. وانه يعني يجب الا ترتبط احلامنا بشخص ايا كانت وطنيته وايا كان عظمته وايا كانت قيمته. يجب ان ترتبط الوطنية بالإنجاز. كل واحد فينا مطالب بأنه طبعا ينجز لهذا طبعا البلد. تمام. ويسأل نفسه كل يوم أنا بعمل إيه لبلدي؟ لبلد. عملت إيه النهاردة لبلدي؟ بالظبط. هو ده اللي إحنا يعني منتظرينه علشان بس عشان نتنقل لقدام. تمام. قلت إيه بقى؟ قلت ارجع بقى وفك حبل المشنقة وامسح همومنا باللقى. يا جدرنا تحت التراب يا حلمنا فوق السحاب يا عمرنا طال العذاب في الانتظار رجعوا التتار لكننا أشواك بتتحدى العطش وجنود بتتحدى الفرار نسقط ساعات ننزف ساعات لكننا نفضل كبار نفتح عيون للانبهار متشوقة فارجع بقى وفك حبل المشنقة وارفع راياتك يا أبي قريش بتسأل عن نبي يهديها من بعد العمى خالد خالد قتل خالد قتل مسيلمة لكن جنوده الكذابين عينهم في طابة يتحدوا فرسان الخطابة ويلجموهم بالسكوت في عصر بيروت الحزين خالد قتل مسيلمة لكن جنوده الكذابين بيفتتوا دلتاك بصبر وبيحفرولي في سينا قبر وبيركبوا نيل العنيد وبيخنقوني في الصعيد بكلام نكت والتريقة فارجع بقى الهزل زاد والباشا ايده على الزناد وصدقي بيصلي الفؤاد وبيحلفوا نرجع عبيد نتباع في اسواق الكساد الهزل زاد والسد جوه الفوهة لو ينسفوا تغرق بلادك كلها وتعود سنين الاوبئة تسكن ضلوعنا الضيقة فارجع بقى الشمس سكنت كل غرب حلفت ما ترجع للشروق من اي شرق ان لم تكن في الانتظار انت وسيفك والتتار تحت القدم فاقضي بصوتك على العدم اعدل موازين الزمان رتب نجومنا في الفضا واكسي وجوهنا بالرضا بعد الشقة دي الامة لسه محتاجاك والارض لسه مهيئة فارجع بقى
ارجع بقى. الله 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 الله. خير ما اختم بهذه الفقره الرائعه التي استمتعت بها هذا الشعر الرائع. تخيلت ده وانت طالب. لا مش عايز اقول كلمه بايخه يعني. تسلم ايديك ويمينك وقلمك وهذا الشعر الرائع اللي هو خير ما نختم بهذه الفقره. ارجع بقى. كل من يعمل لصالح هذا الشعب بنقول له ارجع بقى. انا شايف من وجهه نظر شخصيه ان الرئيس الموجود حاليا احنا شايفين انه ممكن يحقق كثير مما حلم به جمال عبد الناصر وحلم به هذا الشعب، مش كده يا استاذ جمال؟ طبعا ان شاء الله باذن الله باراده الشعب المصري وبالضمير الوطني الموجود عند المصريين واللي متجسد فعلا في كل ما نشاهده من تحركات للرئيس السيسي، اللي نتمنى ان يوفق حتى فيما لم يوفق فيه جمال عبد الناصر. طبعا عايزينه يوفق ان شاء الله في ترسيخ قيمة الديمقراطية ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد. ونبني بلدنا يدا بيد ويقود هذه الأمة الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. متشكرين يا أستاذ جمال، نورتنا وشرفتنا. والحلقة الجاية، الحلقة الجاية إيه؟ الفقرة الجاية معانا فقرة خاصة مهداة إلى الممثل والنجم الراحل خالد صالح. استنونا بعد الفاصل إن شاء الله. الفنان الذي اختار أن يكون مبدعا في مساحته الخاصة التي لا يجرؤ أحد على منافسته فيها، واستطاع من خلال أدائه المتميز وقدراته الفنية الخاصة أن يصيغ لنفسه منهجا فنيا مختلفا، حتى أصبح فنانا بدرجة مبدع قادر على تجسيد أي دور وتقديم تفاصيل كل شخصية بطريقته الخاصة التي كانت تترك بصمة وأثرا لدى الجمهور. إنه خالد صالح. هو كمال الفولي في عمارة يعقوبيان، ممثلا فساد وعجرفة رجال السلطة حين ذاك. وفي أحلى الأوقات كان إبراهيم هذا الزوج التقليدي الغير مقتنع إنه يجيب ورد اليسرية. لسه رايح أعمل لك أكل، أنا جعان دلوقتي يا يسرية. أطلع أرمي لك نفسي من السطوح يا إبراهيم. وتفتكر كده هشبع يا يسرية؟ وهو نفسه سلطان الغرام الرومانسي المحب للنساء. وفي نفس الوقت كان الرئيس عمر حرب هذا الشرير المتحكم في مقاليد الأمور. عارف انك مش هتقدم استقالتك، ده انا كنت مراقب نفسي، انت مش من النوع اللي استسلم بسهولة. وكان حاتم في هي فوضى امين الشرطة الذي اسقط القانون والعدالة فارضا قانون البلطجة قانون حاتم. البلد فيها حكومة، وحكومة من حديد، والحكومة دي هي انا. كل هذا هو نفسه العبيط الساذج في الحرامي والعبيط، والانصل النصاب وخفيف الظل في ابن الانصل. شغلتنا يا ابني مش رسم وتقليد وخلاص، لا، شغلانتنا فكر. كل هذه الشخصيات وغيرها لم يكن هناك ممثل واحد قادر على تقديمها بكل هذا التميز وتلك البساطة، لكن خالد صالح نجح في تقديم الشيء ونقيضه. الوجه البشوش العابس، الشاب الكاهل، النظرات البريئة التي أحيانا تحمل قدرا من الشر. اضربوه! ليه بس؟ بان على المعلم! 50 عاما هي إجمالي السنوات التي عاشها، قضى منها 14 عاما كممثل وفنان متفرغ. تفرغ للتمثيل عام 2000، ومنذ ذلك التاريخ صعد درجات سلم الفن بسرعة الصاروخ. وفي الدراما قدم رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية، منها حكايات زوج معاصر، سلطان الغرام، بعد الفراق، تاجر السعادة، موعد مع الوحوش، الريان، 9 جامعة الدول. وكان آخر أعماله مسلسل حلاوة الروح الذي عرض في شهر رمضان الماضي. نفسي أصحي الدنيا أقول لهم اصحوا فوقوا
في مذبحة هتحصل لو انتوا ما فوقتوش. وكما كان خالد صالح نموذجا للفنان المقدر لقيمة دوره ورسالته، كان ايضا مواطنا له العديد من المواقف الوطنية المهمة، وكان واحدا من اهم الفنانين الذين خرجوا لدعم ثورة 25 يناير، مؤكدا على حق الشعب في تقرير مصيره. ولو كنا قبلنا زمان نعيش وظهورنا محمية، انا الثورة جابتني نداء يموت يعيش بحرية. وفي ميدان التحرير كان هناك يطالب بسلمية المظاهرات وضرورة الحفاظ على هذه السلمية حتى تحقق الثورة أهدافها النبيلة، رافضا سرقتها من أي فصيل، مهاجما جماعة الإخوان بسبب استيلائهم على الثورة. أرجوكوا بعد الإصلاح، مش عايزين دم، مش عايزين دم، إحنا ساقطين سلميين. وفي 30 يونيو شارك رافعا الكرت الأحمر للرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدا أنه على الرغم من انتخابه لمرسي في مرحلة ما، إلا أن انحراف طريقة حكمه جعلته يعود للميدان ويرفع له الكرت الأحمر. أنا مش منحاز للمعارضة بشكل عام، وضد جماعة المسيطرة دلوقتي على الحكم، جماعة الإخوان المسلمين السياسية. كان بائع الأمل وطبيب التفاؤل وتاجر السعادة، مثلما وصف نفسه في مسلسل تاجر السعادة. ورغم تفننه في بعث السعادة في قلوب محبيه ورسم البسمة على شفات جمهوره، أنا ببيع الأمل للناس، بديهم التفاؤل وبجعلهم إنهم ياخدوا حذرهم بالعقل. جاء اليوم الذي أبكى فيه عشاقه وأدمى قلوبهم، فنزل خبر وفاته كسهم القاتل في قلوب الجميع، بدءا من أسرته ومرورا بزملائه في الوسط الفني وانتهاءا بجمهوره العريض الذي نعاه بكلمات من أعماله. خلاص يا يسرية، إبراهيم مش هيجيب ورد تاني. رحل المبدع، وقبل أن يرحل ترك لنا ذكرى أخرى. أمام قبل مدينتي وأموت في نفسي أموت، وأموت في خوفي أموت، وأموت في صمتي أموت، أنا يا رسول الله أحيا كي أموت. وداعا خالد صالح. مصطفى أغا، أنت حر. دي كانت جزء من فقرات من اعمال الفنان الراحل خالد صالح الله يرحمه ولأهل الصبر والسلوان. واحنا النهارده يعني مستضيفين النقد الكبير الاستاذ طارق الشناوي يتكلم عن خالد صالح، مستضيفين فنانه النجمه دره اللي اشتغلت مع خالد صالح، مستضيفين الصديقه والمخرجه الكبيره صديقتي هاله خليل، عشان هي خالد صالح اشتغل معاها الفيلم المشهور بتاع ابراهيم هاتلي ورد، ده اول حاجه عملها، مش كده؟ نبتدي بيك يا هاله. يعني هو طبعا انا لما الاعداد كلمت، يعني طبعا هو صعب عليا قوي 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 قوي، يعني ربنا يا ربي يعني يقدرني ان انا اقدر اتكلم، لانه لما الاعداد كلمني انا فهمت ان هم يعتقدوا ان علاقتي بخالد صالح احلى الاوقات. بس الحقيقه لا. يعني علاقتي بخالد صالح هتبدا من ايام الجامعه، لان احنا كنا بنمثل مع بعض في مسرح الجامعه، وكنا مجموعه كبيره، كان معانا خالد الصاوي وهنيدي ومحمد سعد، وكانت قبلنا بشويه عبله كامل، وكنا مجموعه كبيره، وطارق عبد العزيز وناس كتير. كنت بتمثلي مش بتخرجي؟ الاثنين، كنت بمثل وبعدين اخرجت في الجامعه. فاحنا طلعنا مع بعض، تفرقت بقى بينا السبل شويه، حد راح درس سينما، حد درس مسرح، في حد دخل على التمثيل او الكتابه على طول من غير دراسه، بس كنا دايما حاسين ان احنا شله بعض، الشله اللي طالعه مع بعض. اللي طالعه مع بعض. فانا كنت في معهد السينما، اول تدريب عملته في حياتي وانا في سنه ثانيه، معهد خالد الصاوي، خالد صالح هو اللي عمله، كان اسمه خالد السيد ساعتها، ما كانش اسمه خالد صالح. وبعد فيلم مثلا كان فيلم قصير جدا، كان زمنه 8 دقائق، وهو كان لا يتردد ابدا ابدا في انه يعمل اي ادوار. طبعا الحاجات دي بتبقى مجاملات، فيها اجور ولا فيها فلوس وفيها مجهود كبير، لانه بنشتغل بامكانيات ضعيفه. تمام. وهو كان بيعمل ده بحب شديد جدا. واول ما اتخرجت، اول فيلم عملته
كان اسمه طير يا طياره، كان طبعا فيلم روائي قصير. وكان برضو رحت برضو لخالد وقلت له يا خالد انا عايزاك معايا في الفيلم، وجي عمل دور عمل ابو لبنت عندها 15 او 16 سنه، مع ان هو كان صغير جدا، هو كان في بدايه الثلاثينات. بس هو ممثل ايمانك بيه يعني لهذا الحد يعني كل ما تيجي تفكري في ممثل بعد مميز جدا من يوم ما طلع على مسرح الجامعه، وفي علامه واضحه جدا ومميزه جدا، في ممثل قدير وكبير من اول يوم. بعد الفيلم طير يا طياره عملت اول حاجه مسلسل كوميدي اسمه شباب اونلاين، كان مسلسل فيه مجموعه ابطال، وبرده رحت لخالد وقلت له يا خالد برده عايزاك معايا في دور، وعمل معانا دور جميل جدا جدا كان اسمه ابو زياد او ابو زوزو، وكان عامل دور كوميدي، وخالد بيعمل كوميدي جميل جدا جدا على فكره، يمكن ما عملش كوميدي كتير. وبعدين جه بقى احلى الاوقات، وكان معانا في احلى الاوقات ابراهيم في ابراهيم. استاذ ايه اللي يخلينا جمهور؟ انت طبعا تعلم ادوات الممثل اللي خليك تقول على ده ممثل عبقري، وممثل تاني ممثل متوسط، وممثل تاني ممثل يعني فاهم الجمهور، هما الجمهور بيبقى حاسس ان هو بيحب الراجل ده ومؤمن باللي بيمثله وبيقدمه. ايه ازاي الجمهور يحكم على الممثل؟ يعني انت بتحكم على خالد صالح انه الله يرحمه كان عبقري على اساس ايه؟ عايز اقول لك احنا زي الجمهور، بمعنى ايه؟ يعني في النهايه انت بدايه جمهور، طبعا جمهور الممثل اللي عنده طاقة داخلية زي من نوعية خالد. هذه الطاقة والشحنة الكبيرة دي على طول بتشع وبتصل للمتلقي اللي هو احنا. كنت بقى ناقد، كنت مخرج، كنت مؤلف، كنت جمهور عادي، اكيد الطاقة دي بتوصل. انا الحقيقة عايز اقول لك العلاقة مع خالد كانت كمؤدي كانت علاقة غريبة شوية. اول دور اتشاف بشكل يعني هلا كلمت على المرحله ما قبل. لا اول دور نبتدي ناخد بالنا من خالد كان في مسلسل ام كلثوم سنه 99. فهو عمل دور عمي مأمون الشناوي. فبديهي انا طبعا المسلسل مهم طبعا بتفرج عليه بشكل اكيد اكثر لانك عارف الحاله. عارف الشخصيه يعني عايشت عمي 20 سنه تمام يعني مراقبه كويس جدا. ففوجئت انه خالد بيعيد مأمون الشناوي للحياة. أنا استغربت التفاصيل. فكنت حاجة لم يره طبعا. لأن عمي مات 94. اوكي. كويس، هو حتى لما طلع وشي يقول 98 ولا بتاع فما فيش. فقعدت يعني في دهشة لغاية ما قابلته. قلت له ازاي انت وصلت؟ كل اللي عمله، وهنا بقى تعرف مفتاح هذا العبقري. قال لي انا مسكت صوره مأمون الشناوي، ما تبقى الصوره، انت عارف حتى عمي مش ممثل ملوش حاجه يعني صور فوتوغرافيه كده. ويبدو انه الصوره اباحت بالشفره وكانه بيستعيد حاله مأمون الشناوي. فرايت مأمون الشناوي على الشاشه في كم مشهد. حتى انا فاكر كتبت مره مقال كان اسمه سر الحلقه رقم 25. ايه الحلقه رقم 25؟ على مسلسل ام كلثوم برضه. انه خالد صالح وخالد الصاوي. الصاوي كان عامل دور اكبر شويه اللي هو دور مصطفى امين. لان طبعا مصطفى امين في حياه ام كلثوم مساحه اكثر طبعا اكثر تاثيرا. وصالح عامل مأمون الشناوي. الاثنين ظهر في الحلقه رقم 25. فوكأن الحلقه دي معلش بس انا هسال الاستاذ مأمون الشناوي كتب انساك. ده كتب اربع اغاني اولهم انساك. ويمكن محفوظ جابه عشان انساك دي بالذات. بالظبط. يعني محفوظ عبد الرحمن كتب الدراما كتبه عشان انساك. جابه عشان انساك. المهم انه اللي انا شفته مع خالد كان غريب جدا في هذا التقمص الحاله اللي وصل لها. الحلقه رقم 25 دي سرها ايه؟ ان الاثنين اللي كانوا في ادوار صغيره مع مرور الزمن قول مثلا اربع سنين خمس سنين هم اللي يمتلك الشاشه هم الاثنين ويبقوا النجوم اللي بتدور حولهم الاعمال الدراميه وتقريبا في نفس اللحظه الزمنيه الاثنين بيصعدها ويبقوا هم ما ينتظرهم الجمهور كل رمضان. فعشان كده قلت اكيد سر الحلقه ال 25 دي فيها سر غريب جدا. وهم دايما في كلمه الخالدان كان من ضمن التعبيرات اللي هي تطلع غصب عنك. انا عايز اقول لك انه مشهد اخر افتكره لخالد في محامي خلع كان 2002 تمام. في الفيلم ده كنا في لجنه المشاهده اللي المفروض بتختار الافلام اللي تمثل مصر في المهرجانات. فيها بقى من العمالقه استاذ توفيق صالح الله يرحمه واستاذ عبد الحي اديب. فانا فاكر اياميها كان مشهد واحد في المحكمه هو القاضي
فلقيت الاثنين الكبار دولت يعني بيهتفوا ونوع من التصفيق ومش مصدقين. وتوفيق صالح لو لو تعرفوه توفيق صالح يعني قليل قوي في التعبير عن مشاعر الاعجاب. انا فوجئت بحاله اعجاب لا متناهيه والاثنين في نفس واحد. ايه ده؟ مش عارف مين ده؟ حاجات كده مش عارفين اسمه طبعا. كويس. ده تاني مشهد اتذكره لخالد. في مشهد ثالث واكتشفت ان حالك كمان تفتكره اللي هو فيلم الوان الحب ده اللي اخرجه احمد فتحي غانم ابن استاذنا. طبعا. شفت الفيلم ده في بينالي سامع عربيه بباريس. والفيلم ده لو اتيح للناس انها تشوفه هتشوف ان مفتاح خالد كان فيه مفتاح ادائه اللي هو هذا الوهج ظهر بقوه بقوه في هذا الفيلم القصير اللي بعد كده استمرت بقى مسيرة خالد العظيمة. انا جبت الفيلم ده معايا وكنت اتمنى ان احنا نعرض منه اجزاء بس ترددنا لانه ما استاذنتش اصحاب الحقوق. فقلنا بلاش. بس لو في فعلا استعداد لعرض فيلم الوان هتكتشف حاجات غريبة جدا في الفيلم. وخد الجائزة الذهبية بالمناسبة اياميها في بينالي السينما العربية. ما يا جماعة ما ليه الناس مش عارف الافلام دي؟ ما فيلم قصير. افلام قصير. ايه المشكلة؟ يعني انا الليلي مثلا بتاع مروان حامد. صح. من الافلام الرائعه جدا. مزبوط. جدا. مزبوط. وشفناه ومعجبين بيه وما بتعرضش ليه؟ هو الفيلم القصير ده عيب يعني مثلا؟ مع ان ده اتعرض شويه كمان لانه انتاج التلفزيون. كان يعني عنده حظ. عنده حظ اكتر من افلام ثانيه. التلفزيون نفسه مش لاقي عندوش حاجه يعرضها يعني. لو لقوا فرصه انا رايي نشوف ازاي الافلام دي تعرض وبالذات ان الحصيله بتاعت خالد مش كتيره قوي. بالظبط. فلما نكتشف حاجات من القديم حلو. ده مهم جدا يعني. دره انت اشتغلت بقى مع المرحوم الاستاذ خالد صالح في الريان. مش كده؟ ايوه صح. طالعه زوجته. كنت طالعه. انا بتألم قوي لما بتتقال كلمه المرحوم استاذ خالد. كلنا هنبقى مرحوم ورا اكيد طبعا. بيجوز على الحي والميت. اكيد طبعا. الله يرحمه طبعا. يعني بس هو عشان الصدمه طبعًا شويه طبعًا يعني طبعًا صعبه مقدر. بس هو انا اشتغلت معاه في مسلسل الريان. بس انا قبل كده اول لقاء ليا بخالد صالح كان في اول فيلم انا عملته هنا في مصر هي فوضى وما كانش ليا مشاهد معاه. بس كنت منبهره بيه. ما كنتش اعرفه قبل كده كويس. كنت منبهره بيه كممثل واستاذ يعني. وكان عامل دور عبقري. وحتى الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه كان يعني معجب بيه جدا ومؤمن بيه جدا في الدور. وحتى فاكره انا كنت قاعده يعني بيبص على المونيتور وكان عايش معاه قوي في الحاله وفي الدور اللي هو بيعمله. وبعد كده هو خالد صالح يعني بالنسبه لي اخ كبير. انا بقيت عشان كنتش اعرف ناس كتير كمان فباخد رايه وبيجي لي حاجات. حتى بعد كده لما ابتدى يجي لي اعمال كتير وابتدى يشوفني ان انا بنتشر ويقول لي انا الالم اللي بتمضي بيه العود ده اخده منك. ما تمديش كل حاجه. ما توافقيش على اي حاجه. وبينصحني بجد لا اعملي ده ما تعمليش ده وكده. فكنت بستفيد منه. وبعد كده في الريان طبعا دي اهم تجربه كانت ليا مع خالد. كنت زوجته. وكان كل تقريبا مشاهدي او معظمها يعني 90% من مشاهدي معاه. مسلسل انت عارف مسلسلات اكتر من الافلام احنا بنعيش فيها مع بعض. بالظبط. 3 شهور واربع شهور وفي رمضان وبناكل مع بعض وبنبقى بنتحول الى اسره. وخصوصا في مسلسل الريان كنا فعلا عايشين الحاله دي. وكان خالد بجد يعني هو يعني لو حد زعلان هو بيروح له بيخبط على انت زعلان ايه مشكلتك. حتى لو المشكله ما لهاش علاقه باللوكيشن اللي احنا فيه لا ممكن يتدخل في المشكله ويحاول يحلها. عايز الناس كلها تبقى كويسه ومبسوطه. لو فعلا اي حد قدام الكاميرا او ورا الكاميرا. هو كان جدع جدا. وابن بلد يعني. شهم. عنده كده رجوله وطيب وجنتلمان جدا. وبيقدر الكبير والصغير. انا فاكره مره برده في الريان كان خالد اتأخر عن التصوير لأسباب يعني ظروف أو حاجة عائلية وكده. فهو كان يعني الناس خلاص مستنية وعادي هو نجم العمل. نجم العمل وبطل. فجي وقف في اللوكيشن كان ناس كتير يوميها كان فيه كمان مجاميع وكان وقف في اللوكيشن وقال أنا آسف للجميع على التأخير وأنا حصل لي ظروف وأنا آسف جدا. فكل الناس قدرت طبعا. ده هو كان خلوق جدا وملتزم محترم جدا. غير انه يعني كمان دمه خفيف والشغل معاه يعني انا يمكن كممثله
من اكتر ناس اللي حبيته حتى يعني من زمان، انا بقول كده دايما بتسأل وببقى مش عايزه ازعل حد من زمايلي، بس انا فعلا اكتر حد اتبسطت معاه في الشغل خالد، لانه بيدي قوي للممثل اللي قدامه. يعني في حاله كده هو بيبقى عايش قوي، فبيخلي اللي قدامه عايش جدا الحاله كمان. فكنت بحس انه السهل الممتنع، يعني انه الحالة طالعة من جواه حقيقية جدا، ومن غير يعني ما تحس انه بيمثل او بيفتعل حاجة او بيحاول. وبعدين حضوره مميز، صوته مميز، كاريزمته مميزة، فهو مختلف عن كل اللي موجودين. حالة خاصة جدا، الله يرحمه. يعني انا شايفة ان احنا نفتقده. انا طبعا كان نفسي نشتغل مع بعض تاني، وكان نفسي نعمل حاجات، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. هلا قولي لي ابراهيم، الشخصية بتاعت هات لي برده يا ابراهيم. يعني رغم ان دور خالد مش دور طويل، صحيح، لكن في حاله اشعاع كده بتطل من الشخصيه. هل ده جاي من خالد ولا مش الشخصيه؟ طبعا كل العوامل مع بعض، بس هل تعتقد ان حد لو حد غير خالد عمله كان هيبقى بالجمال ده؟ ده خالد طبعا. خالد ما هو في النوع ده من الممثلين، وقليلين جدا الممثلين دول، قليلين جدا. اللي هو انت تكتب الدور بس هو يدهشك بانه اخذ الدور ابعد من كتابة ومن خيالك. وهو خالد في حاجة جميلة قوي، هو دايما يدور على الخصوصية مش الاتقان. يعني هو معدي الاتقان، هو فعلا كممثل هو متخطي الاتقان، لكن هو يدور على خصوصية الـ حتى المشهد. يعني محامي خلع ده مشهد طبعا. ده مشهد بيقول ان انت عندك ممثل عنده قدرات عظيمه، لانه هو مش بيفكر في انه يعمل الدور كويس قوي او يعمل المشهد كويس قوي، لا هو بيفكر انه يعمل المشهد بطريقه تثبتك توقفك. فهو عنده دي، فهو عمل كده في ابراهيم. يعني المساحه كانت صغيره ومش على قد خالد، وانا حتى فضلت دايما يعني تشكري عليها. لا وعندي احساس ان انا ما شبعتش من خالد. مش بس بالذنب، انا نفسي انت لما قليلين الممثلين الموهوبين اللي عملوا كده. برافو عليك، يعني ليه ما استغلتوش اكتر من كده؟ ومن يوم ما عملنا احلى الاوقات واحنا كل ما نتقابل ونتكلم في التليفون، هالة عايزين نعمل حاجه مع بعض كبيره، خالد عايز اعمل معاك حاجه كبيره، طب دوري على ورق، طب دور على ورق، طب انا بدور، طب مشكله الزمن. لحد اخر مكالمه خالد كلمها لي في التليفون، قال لي هالة بصي بقى، احنا رمضان اللي جاي مع بعض، مسلسلنا رمضان اللي جاي مع بعض. وانا جالي ورق كويس قوي، وانا قلت للشركه انا مع هلا خليل، احنا مع بعض يا هلا ولا لا؟ قلت له احنا مع بعض يا خالد. ودي كانت اخر مكالمه تليفون. فالحلم ما اتحققش. وانا يعني تعرف انا لما توفى احمد زكي الله يرحمه، يعني طبعا زعلت جدا عليه، بس اول حاجه جات لي انه ايه ده، انا ما لحقتش اشتغل معاه. يعني موهبه فزه، يعني تحلم انك تشتغل معاه. طبعا خالد يعني مش بس الصداقة ورحلة العمر ومشوار العمر، وخالد اجمل ما فيه انه هو رغم انه اتحقق متأخر، بس اتحقق متأخر لانه خالد كان مقرر انه ما يبتذلش نفسه ابدا. انا اللي انت بتقوليه ده كان مهم، يعني مهم جدا، حتة ان هو ما ظهرش ليه غير متأخر خالد، لانه زي ما كانت بتقول درة ان هو بيقول لها الالم اللي معاكي ده انا عايز امسكه، ما تمديش على حاجة، لان هو ألمه كان حريص قوي في الامضة، عمره ما ابتذل نفسه في اي دور، وكان بينقي كويس جدا، كان سيلكتيف لادواره كويس جدا. غير انه في البدايات طبعا خالد كمان قعد في حيره فتره، لانه مسؤولياته الاسريه، وكان زوج واتجوز خالد وهو صغير، وكان اب وعنده مسؤوليات، ففضل حائر هو ما بين كونه زوج واب ومسؤول وبين التمثيل اللي هيتجنن علشان يروح له. فكان يخطف نفسه من مسؤوليات البيت والاسره ويروح يعمل مسرحيه في الهناجر، يروح يعمل دور صغير في فيلم قصير زي طير يا طياره او الوان الحب. لحد ما جت، حتى مش هقول محامي خلع ولا احلى الاوقات، لحد ما جاله تيتو. القماشه بقى، المساحه اللي خالد اتمطع فيها قوي قوي قوي، فقال للناس انا اهو. انا اهو. طب فده سنه 2004. يعني عمره الفني كله 10 سنين. استاذ طارق، هل من الممكن ان يبقى عندنا مواهب بحجم خالد صالح كده وما نعرفهمش لغايه ما يختفوا، لانه اللي عنده محل ورد واللي عنده محل حلويات انت شايف ان يعني هل ده يعني خالد صالح كان ممكن ما نعرفوش اصلا؟
صحيح. يعني تاخده صحيح. الحياة صحيح. فما يبقاش موجود في الحياة الفنية. لا لا هو ده بيتقال دايما ودايما يتقال انه فلان مثلا بدأ او نجوميته بقت متأخرة او رحل مبكرا. تمام. انا رأيي ان كل ده مش صحيح. بمعنى ربنا لما بيدي موهبة بيديها انها تطلع للناس في توقيت معين وينتهي وكانها رسالة. هو اصحاب المواهب في كل المجالات هم اصحاب رسائل الهية بوسائل اخرى. تمام. بتوصل للبشر. تمام. خالد توقيت نجوميته هو التوقيت الصحيح. اللي قبل كده زي حكاية انك انت الفحم بيبقى ماس. لما بيبقى فيه درجات معينة موجود في الصخر. تمام. مع مرور زمن في حسب الحرارة وحسب في فترة ومش كل فحم هيبقى ماس. انما في فترة زمنية ما ممكن الفحم يتحول الى ماس. المهم انه المواهب لما بتظهر مثلا واحد ممكن موهبته تظهر عنده 10 سنين عنده 5 سنين زي فيروز وبعدين الطفلة وبعد كده يمر زمن خلاص. فهي بتبقى في فترة زمنية. اما الرحيل واحنا دايما بيبقى عندنا احساس وقريت ده كتير قوي يقول لك كنا عايزين طبعا اي انسان بيبقى عايز اكتر. انما خالد ادى رسالته اكمل المشهد. انا رايي اكمل المشهد الاخير وما تبقى او ما قدمه هو الحقيقه اللي هيفضل موجود ويشيد. درويش سيد درويش مات عنده 32 سنه. عبد الحليم حافظ بالمناسبه مات عنده 49 سنه او 47 وهكذا. فتركوا القيمة في الفترة الزمنية وهكذا. خالد انا رأيي ان اللي قدمه بنستعيده وبالتالي هو خلص الرسالة. يعني ما فكرة دايما اللي بشوفها في كل حتة محمد فوزي مات صغير جدا برضو حاجة 40 انما طب هل فوزي ما سابش وسيد درويش ما سابش؟ بس الزمن غير الزمن يا طارق. الزمن واحمد زكي مختلف. ايه الزمن مختلف بس احيانا في يعني اقصد الزمن ده كان اسمهان وهكذا. لا زمن كان بيحكم. ممكن اقول لكم على شاعر عظيم جدا في تاريخ الشعر ابو القاسم الشابي. ابو القاسم الشابي 28 سنه عشان تونس. طيب 28 سنه علم جدا. في بقى رامبو ده شاعر فرنسي طبعا شهير. كتب شعر من سنه 15 سنه لغايه 18 سنه صح. وبطل شعر ما ماتش ده كمل بس لم يكتب شعر غير 3 سنين. ربنا ما وعلى فكره غير في بنى الشعر الحديث كله في ال3 سنين دول وبطل شعر بعد كده. وفان جوخ وفان جوخ يعني امثله كثيره. فعشان كده خالد اكمل رسالته طبعا وظهر في التوقيت المناسب. واللي فات اللي هو قبل الشهرة كان جزء من البناء جزء من الخرسانة الخرسانة اللي احنا موهبة. احنا هنطلع فاصل ضروري قاعدين يزعقوا لي ما انا شفتهم عيني وانت بيزعقوا لك كمل على وشك اللي حد بيزعق لك. هنطلع فاصل ورجع لكم تاني عشان نكمل هذه السهرة الخاصة عن الفنان خالد صالح. عظيم موهوب واصيل متمكن مبدع متوهج في كل صفات الفنان الاستثنائي وخساره فادحه الفن ان احنا خسرناه. ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. الله يرحمه ما اقدرش اقول اكتر من كده. الله يرحمه. خالد صالح مات مش هيسمعني فالمفروض احنا ما نتكلمش عنه. هو في مكان احسن مننا دلوقتي. خالد صالح الله يرحمه
اهم من كونه فنان، هو انسان بدرجه اولى، كان انسان يعني خير الى ابعد الدرجات. مواقفه عديده للامانه، يعني يكفي انه لقى ناس، دي واقعه ما حدش يعرفها كتير، يعني لقى ناس مش قادرين يرمموا حوش القرافه وكانوا بيلموا من بعضهم عشان يدفنوا المتوفي، فهو تبرع بترميم الحوش. وقال الله ربنا يرحمك يا خالد، ربنا يرحمك. خالد صالح يعني الله يرحمه كان كل الناس بتحبه، بس ما يعني ما يعزش على اللي خلقه طبعا، يعني بقول لاهله ربنا يصبرهم ويبقى يعني. صديق وانسان واخلاق وطيبه وفن، وربنا يرحمه ويبقى له من اهل الجنه ويلحقنا بيه على خير ان شاء الله. مسألة الموت هي حاجة عادية، لكن أحيانا في أشخاص بيعدوا عليكي في الحياة يعني بيبقى ليهم تأثير كبير، والله يرحمه يعني. مفيش حاجة تتقال غير إن الواحد مصدوم طبعا من الخبر، و البقاء لله، وربنا يتوفاه وبرحمته ويرحمه ويصبر أهله. خسارة خالد صالح هي خسارة كبيرة لينا كلنا، لكن ده امر الله. خالد صالح ممثل من يعني من النوع التقيل جدا، يعني ممثل السري، موهبه عظيمه، صدق هائل. يعني اللي قدمه يكفيني يديله حياه بعد الرحيل. الامانه شعرت كان ابني طاف في المره الثانيه. قال الله هذا الشخص طيب جميل رقيق، ربنا يرحمه. خالد مثال للفنان المجتهد اللي قعد عارف من هو يمكن في اولى جامعه، من هو في سن 17 18 سنه، عارف هو عايز ايه، كافح علشان اللي عايز يوصل له، حط في دماغه وبهدوء وبسلاسه وبدماسه خلق، وكان صديق للجميع وحبيب للجميع، واظن ده واضح من اللي انتم شفتوه. اصلي لله يا الله يرحمه، انا عمري ما سلمت عليه قدام بيت خالص، لكنه كان فنانا محترما يقدم كل ما هو مفيد للبلد، وفي نفس الوقت سيبقى عمله خالدا لانه قدم العمل الصالح. كلنا بنوصل بعض، بس يا ريت نعرف اللحظه دي، نفكر في اللحظه دي كلنا، ونعامل نفسينا نعامل بعضينا كده، لان مفيش احنا ما همهاش، هي الاخر تحت. فالبقاء لله. بقول ان احنا خسرنا فنان كبير قوي 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 قوي. الله يرحمه، كان انسان طيب خلوق مؤدب متربي. احنا فقدناه. رجعنا لكم بعد هذه المشاهد الحزينة والعبارات التي قيلت، لكن هلا بتقول حاجة كده أنا من اللي أنت تقوليها، أنت بتقولي إنه كان يتيم الأم والأب. خالد كان مامته وباباه توفوا وهو صغير جدا، يعني أحدهم توفى وهو عنده 8 شهور، ومامته توفت وهو عنده 7 سنين أو 8 سنين، وتربى هو. كان حتى مرة كان قال لي أنا تربيت في بيوت اخواتي، يعني انا اخواتي اللي ربوني، وكان كل حد من اخواته ياخده شويه، وكان ليه اخ كبير اسمه انسان. الله، هو اللي ربى خالد. وانسان توفى من 4 سنين. ولما توفى، رغم انه خالد كان الاصغر في اخواته، بس لما توفى قالوا لي انه خالد حل محل انسان في العيله دي. ككبير الاسره يعني. بقى كبير هو الأسرة. الكبير مكان انسان، فهم عندهم مصاب كبير جدا جدا بفقدان خالد. ربنا يصبرهم ويصبرنا احنا كمان. انا عايز افرجك على، عشان اخرجك من الحاله دي، على جزء من طير يا طيار. ايه اخبارك يا والنبي يا اختي؟ تبصي على البيت وتقولي لها تيجي تاكل. اي خلاص، الحكم فيها بعد يومين، وان شاء الله هتكسبها. هتتطلق منها وتقعد في شقتها بعدين؟ والله كنت بتكلم من حاجه، انا بعين هدومك كده بالمواضيع.
خلوه يسكروا على فكرة. حاضر. النبي حكم مثلك معاك. وقفت تسأل على في عدل. تجيني يا سلام معاك. لا. لكن دول عددهم حوالي 500. أي. بحبهم كلهم عشان خاطر واحد سايب واحد برتبة ملاك. يبقى لازم مش أنا. تعالي هنا تعالي. انا بقالي 28 سنة عاد اظن بك يا خالص الحق تبقى لازم تستريح اخد اجازة وابعد عننا ما معك مشغلين اه انا عشان اتحرك وقت زيارتي كلام فارغ في مدارس الصبح. طير يا طيارة. حلو الفيلم قوي. انا بحبه قوي. بحبه قوي. فكرك بذكريات. وبيصعب عليا ان الناس مش ما بتشوفوش يعني الافلام القصيرة دي افلام مظلومة قوي. قوي. طب احنا يعني انا بضم صوته لصوتك وطبعا طارق ودره الافلام دي افلام مهمه يا جماعه جدا وفيها بنكتشف. طب احنا عندنا مشهد لخالد صالح يعني نادر الوجود اهو عندما تحول خالد الى ثائر ومتمرد زي الفنانين في عصام الفنانين. هتقولنا يا جماعه كده بسم الله الرحمن الرحيم. جبهه الابداع المصري الانذار الاخير والا الثوره هدف ومصير. تصدر جبهه الابداع المصري بكافه كياناتها النقابيه والمستقله هذا البيان في توقيت حاسم من عمر الثوره والوطن خاصه وان كافه ما حذرت منه الجبهه قد حدث سواء على مستوى الدستور او التفرد بالسلطه. طارق ايه رايك في المشهد ده؟ خالد انت عارف في ثورة 25 يناير من الاول يوم كان موجود وكان بالنسبة لي انا اعترف لي كان مفاجأة. انا كنت بشوف خالد الصاوي من قبلها لانه كان مسيس ودايما بيتكلم وفي كفاية وبتاع وعنده وجهات وعنده موقف فكنت مصور ان خالد صالح شأنه جزء كبير من النجوم انه يعني هو موهبة صحيح لا ينافق السلطة لكن يبتعد لكن ما بيخشش ان هو يعترض. فانا كان مفاجأة بالنسبة لي انه مع بدايات الثورة في 25 يناير ان خالد صالح موجود ده كان اكتر نجم حقيقي يعني استوقفني وانا قلت يعني شوف اكيد يعني هو من زمان جواه الرفض لكن لما جت اللحظة اتيحت الفرصة انفجر يعني وظهرت الموجة دي وهو يمكن زي ما انت بتقول خالد مش مسيس يعني مش زي خالد الصاوي من زمان خالد لكن هو رافض الظلم مشي ورا احساسه قال له ده مهم قوي هو ده ما ترددش وما حسبش ابدا يعني احنا وفضل استمر خالد من 25 يناير ل 30/6 انا فاكره كويس كنا لما ننزل مسيرات احنا استمرينا في النزول كتير فكنت لما اكلمه اقول له احنا نازلين يا خالد المكان الفلاني وهنعمل كذا فيروح نازل فمره حتى قال لي انا ملاحظ قال لي يبدو ان انت مؤمنه بيا كمتظاهر اكتر ما انت مؤمنه بيا كممثل لانك بتبعتي لي على المظاهرات اكتر ما بتبعتي لي على الاعمال. انت شايفه ان الفنان يمشي ورا احساسه السياسي ولا يبتعد؟ لا يعني لو مؤمن بقضيه ولو مؤمن ولو احساسه قوي يعني هو الفنان في الاخر هو يعني عنده انتماء لبلده لوطنه ده اكيد يعني فهو لو حاسس ان دي حاجه هتفيد بلده يمشي ورا احساسه طبعا يبتعد لما يكون مش متاكد او لما يكون الموضوع شائك ولا لما يكون خايف لا يعني خايف ليه يعني ما هو خايف طبعا طبيعي النجوم عاده كتير كنا زي اصحاب راس المال كده راس المال جبان مش كده لانه خايف يخش في اي مغامره النجم ايضا عارف انه جزء من وجوده ان في سلطه بالذات في المجتمعات بتاعتنا ليكن سلطه ديكتاتوريه ليكن صراحه
بتملك الدولة أسلحة تعرقل مسيرة النجوم طبعاً بشكل أو بآخر، بالذات في مجتمعاتنا. فغالبا ما بيستخدمش. حدث مع نور الشريف في نجم عالي، وحدث يعني في في ما هو عشان مهما كنت نجم ممكن الدولة تملك هو لا. وفي نجوم اتأخروا في النزول لحد ما اطمنوا وعرفوا ان النزول مرجع عنه وان الدايركشن خلاص باين يعني. هو نزل وكان ممكن الثورة تفشل وكان هيعاقب. لنكن صراحة خالد صالح كان معرض للعقاب والعقاب الحد، لانه كمان ما كانش يعني ما كانش منتظرين منه كده. ده هو يعني فاجئهم بانه جواه الرفض ده كله. هو الموضوع عايز شجاعة، عشان كده انا بقول لازم يكون مؤمن بالموضوع جدا يعني. هو اللي خايف ده خايف عشان برضو مش متأكد، عشان ممكن يخسر كتير وهو مش متأكد انه هيكسب. وفي نفس الوقت يمكن لما نزل ما كانش عارف ازاي، ما كانش عارف ولا حدش كان عارف، بس كان احساسه اقوى، كان ايمانه بالموضوع كان مؤمن جدا. انا كنت هنا، انا ما لحقتش. انا بصراحه كنت هنا بس لو كنت هناك كنت نزلت. لا طبعا على فيسبوك وكده كلنا يعني كنت مع اللي بيحصل طبعا يعني. كان في مرحله خلاص انا كنت بحاول افهم طول الوقت اللي بيحصل. انت يا دره مش عارفه ان انت بتمثلي ايه مثلا كفنانه محبوبه عند كثير جدا من الناس. طبعا انت لما بتنزلي وبتطلعي تقولي انا مع الثوره، طبعا انت لازم تخلي ملايين بيمشوا وراكي. عشان كده يعني معلش انا هقول، انا قبل 30/6 طلعت البرنامج ده، ما كنتش لسه بقيت مذيع شغلانه الغريبه دي، وقلت انا بقوله للشعب المصري، الفنان اللي ما ينزلش قطعوا افلامه، الفنان اللي ما ينزلش ما يشتروش الكاسيت بتاعه، لان دي مساله حياه وموت. لان انا اعلم تماما ان نجمه بحجمك لما تنزل او تعلن رايها الداعم لثوره من الثوره التونس او مصر يعني، في كتير بيمشوا وراك. طبعا الناس كانت بتطمن يا دكتور، احنا كنا بنتكلم عن النجوم عشان كده بالتحديد، ان كل كان كل يوم يظهر نجم جديد في الميدان كانت الوجوه يبان عليها اطمئنان ويجروا عليه ويحسوا انه ما دام ده نزل يبقى احنا صح بالظبط. فده اللي كان بيخلينا بنطلب النجوم علشان ينزلوا علشان يعملوا دعم للناس واطمئنان للناس، لان الناس بتبقى حابه النجم وحاسه ان هو على حق. في نجوم كانوا بيشتمونا طبعا، وكان كنا بنسمع حاجات كتير ظريفه عادي يعني. ممكن تلاقي نجم متجوز نجمه، النجمه راحت مصطفى محمود، وهو بعد شويه راح التحرير، عشان اذا مصطفى محمود كان اذا كسب قديم اهو في واحد هيبقى هيكلمك ويتقابلوا في الزمالك وده فعلا انه هيشد. بعد كده لو جت مثلا الدوله قالت الله يلوم ازاي، ما هو كنا نص هناك احنا كنا بن وهكذا. لا ده المواقف دي موجوده كتير. طب انا اقول لكم على حاجه ما تعرفهاش عن خالد صالح، ان في اعتصام الفنانين في الزمالك، اعتصام الفنانين في اسكندريه، طبعا هم اقل عددا واقل شهره، ضربوا ضرب رهيب من الاخوان المسلمين. فتكفل خالد صالح ماديا بعلاج جميع فناني نقابه الاسكندريه. محدش يعرف هذا الكلام، انا قلته قبل كده وهو موجود يعني في رمضان اللي فات. بس الناس لازم تبقى عارف انه رجل يعني عمل اقتران الفن بالفعل، او اقتران المبدا بالفعل، مش مجرد ان انا واقف اهتف. لا ده هو لما جات له فرصه دفع من حر مال عشان يعالج فنانين، زي حكايه مهرجان الاقصر للسما الافريقيه. كل سنه بيتبرع، والسنه دي تبرع في صمت، وفي صمت حتى على الدوره اللي لسه هتعمل في صمت. عشان اقول لك دول بتوعنا يعني، المجموعه دي المستقلين هو كان واحد منهم. لما ربنا اداله فقدر يدي بدون هي دي الشله اللي بقول لك عليها اللي طلعت مع بعض. طب هنشوف راي الناس في خالد صالح، لان كان في يعني بعديها هنستغرب من عمره الفن القصير وارتباط الناس الرهيب بخالد صالح. نشوف الناس قالت ايه ونرجع لكم تاني. هو اللي كان بيميز خالد صالح انه ممثل عارف شغله كويس، ليه ادوار حلوه، ظروف عمارة يعقوبيان، وهو فنان قدير يعني وربنا يرحمه. بالنسبة لي أنا كنت بشوف تون صوته مختلف عن أي ممثل تاني، بحس إن هو شبه أبهاتنا كده، ليه ستايل تاني معين. طريقته في التمثيل كانت حلوة، وممثل كويس ويعرف يهزر ويعرف يشتغل دراما بجد، كان ممثل فيه حاجة مش عند أي حد يعني. اللي بيميز الفنان خالد صالح إن هو متنوع. اللي كان بيميز خالد صالح في أفلامه كاريزمته وطريقة كلامه اسلوبه. اللي بيميز الممثل خالد صالح ان هو كان بيمثل من قلبه يعني، ما كانش بيبان في الادوار ان هو ممثل او ان هو بيحفظ بس النص بتاعه. تمثيله الرائع يعني، ما شاء الله عليه، كان يعني تمثيله حلو، و يعني الكاريزما بتاعته في الافلام كانت حلوه قوي.
هو كان مميز يعني في حاجات كتير، ادواره كانت كلها فيها فكره. يعني خالد صالح هو اكتر ما يميزه ان هو فنان بيقول كلمه الحق، ما بيخافش من ان حد يعاقبه او حد يوقفه عن التمثيل. فنان خالد صالح كانت ادواره بتاثر في الناس، كان صادق قوي في مشاعره، كان صادق قوي في ادواره، يعني كنت بحس ان هو حقيقي. البلد فيها حكومه، وحكومه من حديد، والحكومه دي هي انا. من اكتر دور عمله كان عجبني كان حاتم فيا فوضى، هو لما كان دكتور في فيلم فبراير الاسود. اكتر فيلم بحبه ليه توم دستة اشرار. اكتر فيلم بحبه من الانسل فيلم تيتو، فيلم الحرامي والعبيط طبعا، ابن الانسل وتاجر السعادة والريان، كل اعماله. اضربوه ليه بس؟ بيان عن المعلم. اكتر جملة انا كنت بحبها للفنان خالد صالح، انا بابا يالا في الرئيس عمر حرب، لما كان بيقول الكون ده كله بتاعي. فيلم المصلحة لما كان بيقول والله الكلام مش هيبرد بس الاكل هيبرد. في فيلم هي فوضى كان لما كان بيتكلم بيقول ملوش خير في حاتم، ملوش خير في مصر. مسلسل الريان قبل كده، 1+1=11. بيعجبني بصراحة تيتو، جميل لما بيقول انا بابا يا ولا، انا بابا يالا، 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 انا بابا يالا. حلوة القفلة دي. استاذ طارق الشناوي الناقد الكبير اشاد بالكليب وبقفلة الكليب، يعني ده شهادة، يعني مش اي حاجة كده. ناخد بالك الفنان اللازمة بتاعته تتكرر، ده فنان استثنائي اشتغل في التاريخ قليلين قوي. بالظبط، شوف كام لازمة بقى، يجي في حاجة طفيت دقن انت حاجات كده صح، شوف بقى قالوا له كام لازمة. نفس بالظبط كده، يعني الحقيقة عدد ضخم. ايه رايك يا هلا سبب في ان الناس، يعني على قصر عمره الفني الاستاذ خالد صالح الله يرحمه، الناس يعني كانت في صدمه غريبه في موته؟ والله انا استغربت برضو. يعني انا من قربي لخالد فالصدمه طبعا كبيره، بس لما لقيت الجمهور العادي اللي هو بالنسبه له جمهور كانوا بيعيطوا بيعيطوا يعني انا قعدت افكر الحقيقه لانه ده غريب شويه برضو. يعني ناس تتعاطف على فكره. وانا عايزه اقول حاجه برضو عشان يعني بره مصر، في الوطن العربي، في تونس، في بلاد كتير، صح. خالد محبوب جدا والناس اتاثرت برضو بموته، واتكتب عليه كتير وحتى على السوشيال ميديا. يعني خرج بره حدود مش بس طبعا جدا هو نجم عربي، يعني هو في فنانين عرب كتير جم على فكره مخصوص. ايوه صح، واكتر من جمعيه سينمائيه عربيه عملت بيان للتأبين. بجد انا اللي خلاني فكرت ده، خلاني فكرت في حاجه او سالت نفسي سؤال، يعني انا عارفه انه خالد طيب جدا جدا، يعني انسان لازم لما تعرفوا تحبه لازم، وانسان مستغني قوي، لا يتصارع ولا يخش في خناقات على حاجه، وعنده حاله زهد وعنده حكمه من زمان من هو صغير، كانه مخلص الحياه بدري، منه انسان ناضج قبل الاوان. ممكن جدا. فانا قعدت اسال، هو هل الممثل لما بيقعد يلعب ادوار كتير كده، فالناس بتعرفه في ادوار، بتعرفه في حاتم، بتعرفه هنا، بتعرفه هنا، هل رغم تعدد الادوار في حاجه من جوه بتعدي بتنفذ؟ طبعا. ما ده اللي بيعمل قبول او غير قبول، ما هو يعني انا حسيت ان الناس بتبكي على خالد الطيب اللي انا اعرفه، مش اللي بيلعب الادوار، الانسان الجميل جدا جدا، مش الادوار. طبعا. فانا متهيألي انه رغم يعني براعته في اداء كل الادوار، الا انه الحلو الشيء الجميل قوي قوي، المعدن الجميل عدى برضو، عدى من الناس قوي. حلو التفسير ده. وانت ايه رايك يا طارق؟ انا رايي انه قيمه خالد الحقيقه انه راهن على الممثل وليس النجم. وكثيرا ما رمى النجم عشان الممثل، بدليل انه حتى الفيلم هيتعرض في العيد لو الجزيره الجزء الثاني، مش البطل وابن القنصل مش البطل، لكن يظل ان كرهانه صحيح. يعني شوف هو مثلا لما عمل هي فوضى هو البطل، هو حاتم، لكن عمره ما كان في ذهنه ان يكون البطل او ان يكون الممثل. ده اللي اداله عمر، ده اللي خلى بدل ما يعمل ثلاث افلام، ما واخد بالك في نجوم يقول لك لا انا اسف الاول وانا بطوله مطلقه وهي مثلا سلام عليكم، عشان الناس اللي هو القانون القديم، اذا انت فرطت في البطوله مره هتبقى دور تاني للعمر. لا ابدا، هو كان مدرك تماما انه مش مساله ترتيب على الافيش ولا في التترات، وان الناس
هترتب من عندها بعد كده. مش من الاول انما من الاعمق. هو راهن على الاعمق, وعشان كده عاش في حياته وعاش بعد مماته. دايما يقول لك ايه, انه ما تديش لواحد ورده, او لا تضع باقه من الورده على القبر, لكن الاجمل تديها له في حياته. خالد خد الاثنين. اغلبنا سواء كنا نقاد او جمهور اداله في حياته, خد باقات, وفي رحيله ايضا نصرنا الباقات على قبره. اقول لك حاجه بمناسبه اللي انت بتقوله ده, كان في حلقه رائعه النهارده مقدمها الزميله لميس الحديدي. انا بقول زميله لا سنه, انا مذيع يعني, زميله لميس الحديدي مع الفنان الرائع يحيى الفخار. والحقيقه الراي مهم جدا. قال لك ان الفيلم الجماهيري مش الفيلم اللي بيقعد كتير في السينما, صح, لكن الفيلم اللي بيظل في اذهان الناس هو ده اللي هيتشاف اكتر. مظبوط. فهو ده وضرب مثل بفيلم له اسمه الاوباش, عسل الدنيا, كان احمد فؤاد اظن المخرج, خلاص, وخرج ولم يعد. قال لك ده ما عادش 4 اسابيع, صح, وده قعد 28, بس ده ما حدش يعرفه, ما حدش بيشوفه, بس خرج ولم يعد باقي. هو من افضل 100 فيلم, وهو اللي بقى افضل من افضل 100 فيلم. هو بالظبط. شوف يعني, هي دي اللي انت بتقوله, صح, ده ينطبق على خالد صالح. طبعا كان حوار رائع جدا, انا نفسي الناس كلها تتفرج عليه يعني. وعلى فكره عايز اقول حاجه على خالد صالح برضو, انه بيحب الخير لغيره يعني. في العمل هو عايز كل اللي حواليه يعملوا احلى ادوار ويكونوا في احسن حالاتهم, سواء يعني البطله او الابطال الرجاله. يعني حتى في الريان كان مصر جدا على باسم السمره انه يعني يعمل الدور اخوه, اللي هو كان دور قوي جدا, وباسم برضو عمله حلو جدا. وكان ما عندوش بالعكس يعني, عايز كل المجموعه يبقى فيه مباراه تمثيل وفي منافسه. وحتى لو يعني انا اخر لقاء كان بينه وبينه الله يرحمه, كان كلمني عشان كان بيحضر المسلسل فرعون, وكان عرض عليا ان انا اشتغل معه, وانا كنت ساعتها ماضي مسلسل تاني وكده. قعدت احكي له على المسلسل, طب احكي لي المسلسل الداخلي, قلت له كذا كذا, طب مين المخرج, طب مين, اطمن عليا. انه قال لي لا ده حلو اعمليه وانا مش زعلان منك, وبرضه قدر يديني رايك في الورق بتاعي. في الجمال يعني, ما كانش عنده, بالعكس قال لي لو ده الدور ده فعلا في مصلحتك وحلو اعمليه, لا ده جميل, وكان بيديني رايه بجد. ولو مش حلو قولي لا بلاش يعني, لا بعيد عن ده وكده, بغض النظر عن مسلسله يعني ان انا هعمله ولا لا. هو بيقول رايه الحقيقي بجد, لانه فعلا يعني بيحب الخير للناس. يعني مش بيحب لنفسه بس, او اناني, او في حد تاني ممكن يزعل, او لا يعني. درة, انت شايفه ان خالد صالح مسيرته الفنيه تضيف لك ايه لما تقعدي تتامليها كده وتتاملي المعاني اللي احنا قلناها في واحد زي ما هاله بتقول الناس حبوه كانهم يعرفوهم وما يعرفوهوش؟ طبعا كتير يعني, يا ريت بجد كلنا يبقى عندنا الحب ده من الناس والاحترام ده من الناس, ونعرف نحقق الربع اللي هو حققه يعني. هاله قولي لي, في كم ممثل في مصر بموهبه خالد صالح؟ لا مش كتير, وانا ما بخافش وانت عارفني. لا انا عارف, لا قولي. لا يعني للاسف مش كتير, وده اللي خلى خالد قدر يخترق الصفوف رغم يعني بين قوسين, وانا مش شايفه خالد انه مش وسيم, لكن هقول انه رغم يعني مقاييس النجوميه التقليديه يعني. ولكن هو اخترق رغم انه شكله اكبر من سنه يعني. خالد من وهو في الثلاثينات وشكله بعد الاربعينات او في الخمسينات, فخالد ما اخترقش الصفوف وكان موجود الا لانه موهبه استثنائيه. وزائد ده اخلاصه للموهبه, زي ما بقول لك هو حاول كتير انه يبعد علشان مسؤولياته, لكن في الاخر لا رمى نفسه في الحكايه. لا مواهب يعني, مواهب تمثيليه للاسف مش كتير. في طبعا, مش عايزه اقول اسامي ابدا يعني, بس ما عندناش كتير مواهب تمثيليه كبيره زي خالد. لا خالد بكل ما تحمله الكلمه من معنى خساره. خساره. انت ترى شايف ان مفيش مواهب برضه زي انت بقى ناقد بقى يعني, هي اتعاملت معاها لا لا الدنيا لا لا العالم كله فيه مواهب, مصر فيها مواهب معقد بس بشكل اخر, حاله اخرى. بس بيظل الاشعاع الخاص اللي قدمه لنا, الوهج الخاص بتاعه بتاع خالد صالح سيظل مرتبط بهذا المجد, والخصوصيه عنده موهبه مترجمات الاطراف يحطها عقل. ما كانش فقط كده موهبه ربنا اداها, لا كان يحطها عقل في نفس الوقت جواه اشعاع خاص جدا. ده بقى اللي بيديله عمر اطول.
انت اجمل ما فيلم شفته او عمل من وجهة نظرك؟ ده سؤال صعب. بس صعب جدا كمان. بس يعني اللي تحس ان هو ده خالد يعني ممكن تسوق مثلا على كثرة ما زال الاطلال مثلا ممكن شوف انت اقول انت خدتها اصل هو على فكرة ايه عنده معلومات مرعبة. انا ما بتزنق على الهواء بس انت كمان برضو لا بس برضو طارق لا برضو بيضعف بعض لحد اروح طارق فالاطلال دي تعتبر دي يعني قمة ما وصلت اليه ام كلثوم في الغنى وفي فانت شايف الاطلال بتاعت خالد صالح ايه؟ بص الدور الصعب قوي فاللي هو الرئيس عمر حرب. انا رأيي انه محتاج لمشاهدته لانه كان شيطان وانسان في لحظات. خالد قدر المعادله الصعبه دي يمكن فيلم جماهيريا ما عملش زي هي فوضى مثلا كده. لكن الحقيقه من اصعب الشخصيات. دره لا سؤال صعب جدا. انا عارف هو سؤال صعب ايوه سؤال صعب جدا ومأزق يعني لانه فعلا كذا دور حلو وكل دور ليه خصوصيه في ادوار حتى كوميدي حلوه ليه زي ما الناس قالت في واحد من الجمهور قال بيعرف يهزر وبيعرف يبقى جد يعني لا بص كل الادوار حلوه بس انا مثلا تقولي لي احمد زكي مثلا يعني اقول لك البريء مثلا يعني انا شايف ان ده استثنائي في حياه احمد زكي مثلا يعني صح ما هو انا يمكن عشان ممثله فبشوف انه كل دور فيه مجهود مختلف وكل دور حلو انا مش قادره انقي دور واحد بصراحه يعني خلاص. مش قادره استقر على لا انت مصر لازم تختار حاجه يعني هتفوت اوكي قول الريان وخلاص الريان ده انا بحبه عشان يعني كنا مع بعض بس هو يعني ليه ادوار عظيمه الحقيقه في السينما كمان انا طبعا عشان اخدت فرصه افكر فما تفكروش يعني انا عشان بس اخر حد بفكرت يعني لانه جمعت ثلاث حاجات في من المسرح حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش طقوس الاشارات والتحولات عامل دور بديع هو وخالد الصاوي عاملين كابل الكاتب الراحل سعد الله والنوس وكانت على الهناجر فده دور عظيم في المسرح في الافلام القصيره برضو التي لا يعرفها احد زي ما قلنا الوان الحب دور جميل جدا جدا وفي السينما في رايي انا نصول حاتم فهي فوضى دور يعني كشف منطقه في خالد بره التكنيك خالد برضو صادق جدا يعني من مزاياه ان هو صادق جدا لكنه في التكنيك كمان شاطر جدا جدا عنده حرفيه عاليه جدا بقول لكم الناس قالت ايه اكتر بس فعلا حاتم انا عايزه اقول لقطه للناس على لسول حاتم لان انا كنت بتفرج على الفيلم ده من كام يوم فشفت لقطه لما كانوا جايبين وانا اول مره اخد بالي من اللقطه دي كانوا جايبين خالد للاسم فكان بيخترق الصفوف للاسف اللقطه دي واسعه بس انا خدت بالي لاول مره وارجو انها لما تتكرر الناس تاخد بالها من الرياكشن اللي عامله خالد صالح وسط المجاميع ورياكشن هو نقيض تماما الصول حاتم المتجبر عامل الفزع والخوف والارتداد واللي بيعمله في الناس هتعمل فيه عكسه تماما بس ده رياكشن انا زعلت قوي انه يمكن كان نفسي نفسي قوي يعني انا اسفه انا بقول كده بس سايب عليا الرياكشن يعني صول حاتم فعلا متهيألي يعني هو اعظم ادواره لانه كمان الشخصيه بعيده عنه تمام نقيض يعني الكونتراست بتاعه النقيض بتاعه دي صعوبه الموضوع ودي ده صعب جدا ونقيض قناعاته بس حاجه واحده عايز اضيفها انه اللي رشح خالد صالح كان يوسف شاهين مش خالد يوسف بالمناسبه يعني هو بدايه الكاستنج انه خد بالك يوسف في العمر ده يبقى ياخد باله طبعا. بس دي مهمه شوف الناس بتقول اكتر دور بتحبه الفنان الراحل خالد صالح بسرعه كده احمد النجار في فبراير الاسود حنان كمال الله يرحمه سلطان الغرام والريان وهي فوضى كل ادواره زياد عصام الله يرحمه كان فنان بمعنى الكلمه واكتر دور بحبه سلطان الغرام والقنصل عمرو جميل حاتم فهي فوضى ابو منار موعد مع الوحوش محمد جمال هي فوضى وتيتو مسلسل فرعون مصطفى بيبو الرئيس عمر حرب مصطفى محمد مشالي هي فوضى بيتر صلاح يوسف الصياد بعد الفراق قطب علي الرئيس عمر حرب محمد سيد ابن القنصل معتز يسري الريان احمد صادق الرئيس عمر حرب اسلام شوقي كل ادواره سهير احلى الاوقات والمصلحه نوره هاني بعد الفراق سلوى سعيد سلطان الغرام حسن صلاح الرئيس عمر حرب مصطفى اسامه كل ادواره من اعظم الفنانين في مصر بس الريان رهيب كارما عدنان الله يرحمه ودخله جنى انا بحب حاتم فهي فوضى كريمان محمود مسلسل هو وهند صبري فيلم هو فوضى الاسماء كتيره جدا والناس كتيره جدا واحنا وقتنا خلص
وسعداء جدا يا هاله، نورتينا بجد. وكان نفسي طبعا تبقى ضيفتي في حلقه مش حزينه كده، ان شاء الله هتحصل، لكن الحياه تستمر. دره نورتينا، طارق منورنا دايما، ضيف كريم وجميل وبتزيدنا معلومات وثقافه. شكرا يا استاذ طارق. نقول لكم تصبحوا على خير، وبكره تستنونا في حلقه جديده. تستنانا ما تستناناش، انت حر.